مدد مدد مدد. كل يوم بيموت شهيد لابد غيره يتولد. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية. النهاردة شيع الآلاف من أهالي قرية سيحم التابعة لمركز الصنطة محافظة الغربية عثمان العقيد أركان حرب أحمد الجعفري الله يرحمه، اللي يستشهد في سيناء خلال العملية الشاملة 2018. هو أحد الأبطال اللي طهروا جبل الجلالة. النهاردة محافظة الغربية بكل قيادتها التنفيذية والشعبية قامت بتوديع البطل إلى مثواه الأخير. كان الشهيد الجعفري ملقب بصائد التكفيريين، الله يرحمه. احنا نطلع نشوف الجنازة ونرجع لحضراتكم تاني. الله يا عبد الوعد وعد عقول لك وانت خابر كل القضية عاد ولسه دم خاير ما شرباش التراب. الشهيد لا يموت، الشهيد بيعيش معانا بروحه وبطولته والتضحية اللي بيقدمها لنا. دايما بتكون رسالة ان البلد دي محمية ومحروسة بولادها. احنا الشهداء في بلدنا كل يوم بيضحي من اولادنا عدد منهم، وفي نفس الوقت نلاقي شباب كلهم بيتكاتفوا انهم يدخلوا الكليات العسكرية. ده معناه ايه؟ معناه ان حب البلد برغم ان كل طالب منهم بيدخل كلية من الكليات العسكرية حاطط كفنه على ايده ومستعد يضحي بروحه في سبيل بلده، لكن بيقاتل انه يخدمها. احنا معانا مداخلة الأستاذ أحمد عاطف المحرر العسكري بصحيفة الدستور. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. ألو، أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك كنت عملت معايشة كاملة مع أبطالنا في سيناء، وأكيد كان لحضرتك ذكريات. هل ممكن تعرفنا عليها وتقولنا ليه أطلق على الشهيد الجعفري لقب صائد التكفيريين؟ هو الاول اسم سياده العقيد اركان حرب احمد الجعفري اللي هو السنه 2019. مش مجرد اسم بس يتقال كده، يعني الناس ايوه عشان الجعفري مش مجرد بطل كمان، يعني احنا عندنا اسطوره احمد في شمال سيناء. ايوه يا فندم، كلام بالظبط ده هي الاسطوره احمد الجعفري. ممكن وصف فينا الموضوع بيختلف شويه عن شمال سينا، لان وصف فينا كله جبال وخوف مش مجرد اسطوره. ما نعرفش العقيد احمد الجعفري، العقيد احمد الجعفري كان يعني العقيد احمد الجعفري ده بطل من ابطال الدفاع عن السلام الحربيه. لما اسمه بس كان يتذكر هناك في سينا، اسمه بس يتذكر يعني تحس بهيبه وزياده كبير جدا. لما يروح اي معسكر من المعسكرات ويسمعوا عن اسم العقيد الجعفري جاي، يلاقي كل المجندين والظباط رايحين عليه عشان يستقبلوا عليه. الله يرحمه. العقيد الجعفري زي ما قال، زي ما حضرتك قلت، كان مسمي لقب صايد التكفيريين. لا، هو كمان له اسم اهم واكثر،
وهو تعرف سيناء. ليه تعرف سيناء؟ أيوه. لأنه كان عارف بجنوب سيناء حتة حتة، يعني ممكن الجبل اللي بيتاح على سيناء السلع مثلا في يوم واثنين ده كان ممكن يقف كام ساعة، كان سيناء يأكل لأنه عارف كل مدى وكل حد ترامب سيناء كانت عاملة إزاي. هو الصوت وحش شوية، أنا أسفة، فإحنا هنحاول نعاود اتصال بحضرتك عشان نعرف المعايشة دي كانت في إيه، والأبطال دي الأبطال دول بيعملوا إيه. عموما الله يرحمه، هي دي اليد اللي بتحارب الإرهاب واللي بتواجه الموت من أجل مصر، وإن تبقى مصر صامدة وقوية وقادرة على حماية أرضها وتطهير كل شبر فيها بقوة وعزيمة. رجالنا في القوات المسلحة والشرطة حقيقي مهمتهم ما هي سهلة، مهمتهم صعبة جدا، وأنا يمكن عايزة أقول كمان إن مهمة أهليهم وزويهم كمان صعبة جدا، لأن أكيد هم عايشين دايما في حالة من القلق. ربنا يعينهم ويحمي كل أولادنا. احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن بطولة من بطولات رجال القوات المسلحة في جبل الحلال. تعالوا كده نروح من جبل الحلال إلى هضبة الجلالة. وده في يوم من الأيام كان جبل، النهاردة الجبل ما بقاش جبل، بقى فيه تنمية ومشروعات ومستقبل مشرق، ودي اليد التانية اللي بتبني. هو ده اللي بنقول عليه يد تبني ويد تحمل السلاح. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية للمواقع والأماكن اللي بيتم فيها البناء. راح السيد الرئيس النهاردة إلى هضبة الجلالة اللي مشروعاتها هدفها خلق مجتمع تنموي حضاري. المشروعات دي بتوفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبيشتغل فيها 100 شركة مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وده بيؤدي إلى حقيقي نقلة نوعية على كافة مستويات الخدمة السياحية في مصر. خلي بالك هيبقى فيه كمان 13 كلية بجامعة الجلالة، صممت بالفعل على تراث عالمي وفكر متقدم وتنموي. فلما نيجي نشوف ده تم في كام سنة، يبقى لازم نعرف ان احنا لازم نصبر على التنمية، مش ما بين يوم وليلة الدنيا بتتبني. البناء بياخد وقته، واحنا دلوقتي في مرحلة التشييد والبناء. كمان عندنا خبر تاني، احنا عندنا اخبار، عندنا ان قامت النهاردة قامت القوات البحرية بتدشين الفرقاطة من طراز جوينت محلية الصنع، وتم بالفعل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. تم استعراض فيه التحديات اللي قابلت عملية بناء الفرقاطة، وبيبين الفيلم مدى قدرة مهندسي شركة ترسانت اسكندرية على إنجاز العمل في وقت قياسي. نروح نشوف الفيلم التسجيلي ده ونرجع نكمل مع حضراتكم أخبارنا، ابقوا معنا. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها، احتفلت القوات البحرية بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز جو ويند، والتي تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية إذانا بتجهيزها واستعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،
والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز أول فرقاطة بأيدي مصرية. وأضاف الفريق أحمد خالد أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية. وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية كلمة شرح خلالها مراحل إنتاج الفرقاطة والمواصفات الفنية التي رعي فيها استخدام كافة المعايير العالمية في مجال إنتاج وصناعة السفن الحربية. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية وسعيهم للأمام بأحدث التقنيات والخبرات بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي. وقام قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب بتدشين الفرقاطة بورسعيد تراس جو ويند، كما أعطى إشارة البدء في تصنيع الفرقاطة الثانية بالترسانة. وخلال الاحتفال تسلمت القوات البحرية عدد 2 لانش جديد من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن إذانا بدخولهم الخدمة في القوات البحرية. حضر مراسم التدشين محافظ الإسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسي شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية ووفد فرنسي رفيع المستوى يترأسه السفير الفرنسي بمصر. تعالوا نروح لخبر كمان. خبر ايه ده؟ في اخبار زي الخبر ده كتير قوي بتنتشر ضمن ما يعرف بحرب الشائعات. مثلا الانجازات تلاقي محدش يبص عليها ولا يعرضوها في الاعلام، في اعلامهم المغرض. لكن لو في خبر واحد انتحر امام عربة المترو الدنيا كلها تتكلم عليه. انا هنا مش بتكلم عن ظروف انتحاره واسبابها، انا هنا بتكلم عن الفكرة نفسها. انا بتكلم عن فكرة الاعلام الاسود اللي بيحاول يشوف كل حاجة سودة وما بيشوفش الحاجة الحلوة. هو ده اللي بنتكلم عنه. حوادث الانتحار اكيد شيء مؤسف، وكان من فترة طويلة كان في حوادث انتحار امام برج القاهرة، كانت موضة من البرج، وبعد كده حتى كان طلع نكت ان تذاكر البرج بقت عالية فبدأوا يروحوا المترو، لكن هو طبعا مش ده الحقيقي. هي الفكرة بس احنا ليه الخبر السيء بينتشر بالسرعة دي والخبر الايجابي بينتشر ببطء ان حتى انتشر؟ انا معايا على الهاتف الاستاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الانفاق عشان يكلمنا عن كتر الكلام عن الانتحار امام مترو الانفاق ونشوف سبب الكلام الكتير ده ايه. فاحنا نسأله ونعرف. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بمشاهدتك يا فندم. واهلا بكل سادة المشاهدين وكل سنة طيبين. اهلا بحضرتك. قولي حياتك يا فندم، ايه موضوع اخبار الانتحار في المترو المتداولة كثيرا الأيام دي؟ لو حضرتك حالات الانتحار متواجدة في جميع دول العالم، يعني مش مترو أنفاق مصر بس هو الوحيد اللي بينتحروا فيه، لا هو متواجد في جميع دول العالم في حالات انتحار. يعني لو دخلنا على السوشيال ميديا بصينا هنلاقي أو تابعنا الموقف هنلاقي إن في حالات انتحار في كل الدول. ولكن اللي بيحصل عندنا إن حالات الانتحار هو بيبقى راكب مثله مثل أي راكب في المترو، بيدفع تذكرة بينزل يقف على الرصيف وسط الركاب، القطار أثناء دخوله بسرعة معتادة أثناء دخول المحطة، فبيجري الراكب اللي هو المنتحر ده بيجري من وسط الركاب وبيركي نفسه أمام القطار. طبعا القطار بيكون بدهسه او يكون لو هو بقى يعني فيه موظف الاسبوع الماضي حاول الانتحار والقطار ما دهسوش، دهس رجليه وبطل رجليه، ولكن هو على حسب القدر ساعتها. ولكن احنا بنتكلم بقى على التصريحات اللي اتنسبت اليا. اما ده السؤال بقى يا فندم، ده اللي كنت اسال حضرتك عليه، هل حضرتك قلت تصريحات بالفعل ولا تم تحريفها بعد ما حضرتك صرحت بيها؟ هو طبعا حضرتك كلامك كان سليم.
لا لا طبعا، هو حضرتك طبعا عارفه ان بعد كل حاله انتحار، لما بيحدث حاله انتحار في اي محطه مترو، طبعا بيتم تعطيل حركه القطارات بالكامل. طبعا لازم ما يكون في منتهي حد منتحر، طبعا حركه القطارات بتوقف عشان خاطر نرفع الجثه من على القضبان او نرفع المنتحر من على القضبان. لازم الحركه تتوقف وفصل التيار الكهربائي بيحصل، فهي بتدي حوالي ربع ساعه حوالي ثلث ساعه تأخير في القطارات. فطبعا كل الناس بتتساءل، هو المترو عطلان ليه؟ هو في عطل في المترو؟ طبعا اللي في المرج مش عارف ايه اللي بيحصل في حلوان، او اللي في الشوه ده مش عارف ايه اللي حصل في السادات، فكله راكب القطارات شاف القطارات كلها وقفت مره واحده، فبيتسألوا ايه اللي حصل. طبعا بيتردد بقى ان في عطل في المترو، فطبعا احنا بنطلع خبر، ويبقى في صحفيين متواجدين في المحطه اللي فيها المنتحرين. طبعا لازم نطلع ايه في الخبر يا فندم؟ هو خبر لا ان ارقى شخص او موظف في الشركه المصريه للاتصالات نفسه امام القطار، يعني حاجه ان هو اللي هو البيان الصحفي العادي. لكن حضرتك ما قلتش يعني ما معناه ان هم ينتحروا في حته تانية يعني؟ لا 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 خالص، ما فيش. هو في حد يا فندم، هو في حد يعني في حد هيخاطب منتحر وهو اصلا ميت؟ يعني لا هو لا، حضرتك بتخاطب اللي عايشين اللي بيفكروا ينتحروا. انا كده بقى، لا لا لا، هو بص، هو كل اللي حصل ان في زميله اسمها نشوى حميده، دي محرره، هو الاعلام للاسف حب ان هو يضع حضرتك في موقف حرج. لا بس انا للاسف طلعت بيان ورديت بيان رسمي، وبعدين على فكره ما هو حضرتك لو دخلت على الاعلام او على السوشيال ميديا، جميع القنوات او جميع المواقع الالكترونيه، ما فيش اي خبر باسمي يدل على هذا الكلام الصحيح، الا خبر واحد متواجد على قناه الجزيره، خدوا الخبر اللي هو موجود في اخبار اليوم وقاموا فبركوا الخبر ونزلوه على الجزيره. والجزيره مش مقياس، والجزيره دي قناه ارهابيه، واحنا عارفين ان هي بتثير البلبله داخل القاهره او داخل مصر، وليها اغراض اخرى، وربنا يبعدنا عنه ان شاء الله. يعني يا رب. اشكرك يا استاذ احمد، اشكرك. في كمان خبر معانا عن الفنانه سما المصري. هي الحقيقة بيطلع عنها أخبار كتير، سواء الفترة اللي فاتت أو كل فترة. المهم آخر أخبارها إنها أعلنت عن عودتها للتدريس في كلية الإعلام كمعيدة في إحدى الجامعات الخاصة. سما المصري معيدة في الجامعة، ده خبر جديد، وهي معانا على التليفون نفهم منها معانا الخبر. أهلا يا فندم. انا مش عارفه اقول الفنانه سما ولا الدكتوره سما ولا الداعيه سما، غلبتينا يا فندم، غلبتينا معاكي. ولا كابتن سما، ولا كابتن سما، غلبتينا يا سما، نعمل ايه؟ بص حضرتك، هو بس ايه يعني، انا الحقيقه يعني عشان خاطر حضرتك وعشان خاطر القناه انا عملت مداخله. تشرفي. انا ربنا يخليك، بس انا مقرره ان انا يعني هعمل مؤتمر ان شاء الله على الاسبوع الجاي. ايوه، هوضح فيه كل الحاجات اللي هي ايه عامله لغط عند الناس. هتعملي مؤتمر امتى ان شاء الله؟ تمام. بس طب حضرتك، هو حضرتك كنت اصلا معيده في كليه الاعلام من قبل من قبل ما تتجهي للفن؟ ما انا هقول لحضرتك، الجامعه انا فعلا كنت معيده سنه 2002، بس مش معيده معينه. يعني ايه؟ يعني احنا كنا لسه خارجين، انا خريجه اداب انجلش، فكنت لسه متخرجه من الجامعه. عشان اروح اشتغل ادرس في جامعه لازم اعمل دبلومه وماجستير، فعشان انا اشتغل على طول لان ما كنتش استعملت، فبنشتغل اسمها مدرس بالساعه. يعني احنا بنشتغل مدرسين بالساعه، بناخد حق الساعه. هو المدرس احنا لازم المدرس عشان يشتغل يحصل على الماجستير؟ لا لا لا، الجامعات الخاصه ما فيهاش الكلام ده، الجامعات الخاصه كانت بتشغلنا مدرسين بالساعه، كل واحد على حسب تخصصه. ده مدرس المساعد كمان بياخد ماجستير، مش المدرس. مدرس لازم دكتوراه. اي فندم. تمام. فالجامعه لما طلعت بيان بعد ما انا عملت الجي دي، انا فعلا عملت، رحت الجامعه وقدمت للسيد عند الكليه طلبين، طلب ان انا اعمل دبلومه وماجستير ودكتوراه، وطلب تاني ان انا ارجع ادرس. هما ال لا، حضرتك تعملي دكتوراه ومش عامله ماجستير؟ يا فندم بقول لحضرتك دبلومه وبعدين ماجستير وبعدين دكتوراه. اه يعني حضرتك كنت عامله الدبلومه والماجستير؟ لا الاثنين. بالراحه بالراحه، انا ما عملتش لا دبلومه ولا، انا قدمت طلبين. حضرتك سجلتي؟ تقصدي انك سجلتي؟ لا، انا قدمت طلبين، ان انا طلب ان انا ارجع معيده زي زمان، وان انا اعمل دبلومه وماجستير ودكتوراه. طلبين، والطلبين موجودين لحد دلوقتي على مكتب السيد عميد كليه اعلام جامعه الدكتور. حلو
حلو. انا هم فعلا قالوا لي لما خدوا بطاقتي ودوروا على اسمي ما لقوش الاسم. فهي الست الفاضله الدكتوره نوال وكيل الكليه قالت لي ان وارد وارد الموضوع ده من 2002 من زمان. لما بنلاقي اسماء ناس درسوا عندنا بيبقى عاده ماكسيمم ممكن يقعدوا لمده 5 سنين يعني مده 5 سنين فاتوا لو ليه اسمهم. اكتر من كده الورق بيتخلصوا منه. لا اكتر من كده قالت لي ممكن تسالي في الماليات لان هي اللي كانت بتقبضك فاكيد اسمك هناك. قلت لها خلاص انا الاسبوع الجاي لان كنت رايحه في الويك اند فقلت لها خلاص الاسبوع الجاي انا هاجي لهم للماليات واشوف اسمي عشان الست تتاكد ان انا. لكن فعلا هم ما لقوش اسمي يعني البيان بتاع الجامعه صح مش غلط انهم ما لقوش اسمي. في ناس قالت لا ما لقوش اسمي. وعلى فكره تمام. هي قالت لي كمان بعد منك بسنتين ثلاثه مش هنلاقي اسماء ده ممكن يبقى موجود في الماليات. ايوه عاده أيوة. اللي بتثبت اسمه على هيئه التدريس عندهم اللي بيبقى معاه دبلوم وماجستير ودكتوراه وبيدرس هو مع الدكتوراه مش مدرس بالساعه. انا حبيت بس افك اللغط ده عند الناس لان في ناس بتقول ان انت كدبتي. لا انا ما كدبتش انا كنت. لكن حضرتك مصره على المشروع ده يعني ناويه ان شاء الله تكملي دراستك و لا وارد ده بناء لا ده بناء على انا اكمل دراستي بس ممكن اكملها في حته تانية غير عندهم يعني ممكن اكملها في اداب انجليش في اي جامعه تانية. حضرتك ممكن تكملي ماجستير في جامعات خاصه معتمده كمان مش او ما او يعني معاهد خاصه معتمده للتدريس الماجستير والدكتوراه. لا انا اساسي عايزه اعملها في اعلام واتفر بقى في اعلام 6 اكتوبر على حسب لو هم عايزاها في الكليه نفسها او التخصص بتاعي يعني. هي الدكتوره نوال نصحتني قالت لي ليه ما تعملهاش في التخصص بتاعك الانجليش. لا انا عايزه اعملها في الاعلام. فقالت لي طب ليه عايز تعمل طب ليه يا سامة عاوز تعمليه في الاعلام؟ والله ما قعدت في بيتكم انا هسيبكم تشتغلوا. ايه ليه بقى قولي لي بقى انا مش قعدت عايزه تنافسينا ليه يا سامة؟ انا ما اقدرش انافسكم عشان تقعدينا في البيت يا سامة. ماشي يا سامة ماشي. اصل حضرتك الاعلام ده يعني متضمن حاجات كتير مش بس الاعلام التلفزيوني يعني في اعلام في ممكن ابقى مذيعه في راديو ممكن اشتغل في مجال الاعلام. ده مش محتاج ماجستير ودكتوراه ده محتاج حضرتك اللي اذا كنت هتخصصي انت عارفه ان ده تخصصي يعني. لكن عموما التعليم حاجه محترمه جدا واي حد عايز يتعلم ده شيء مشرف. انا بس حضرتك برد على ان في ناس قالت ان الجامعه صدمتها في بيان الجامعه صحيح مش غلط. الناس ما غلطوش على فكره هم قالوا كل اللي حصل ان هم فعلا دوروا على اسم ما لقوش. فلما عملت الفيديو قلت انا كنت معيده هنا وانا هعمل ماجستير دبلوم ودكتوراه هنا في الكليه هنا وانا قدمت. هم بقى يرفضوا او يقبلوا دي حاجه ترجع. يعني ما حدش رد عليا رسمي في قبول او رفض. نفس الموضوع بالنسبه لاتحاد الكوره انا قدمت طلب. ما هو بقى انا كنت اسالك انت بالنسبه بقى للرياضه انا شفت لك فيديو وانت بتتسلمي درع النبوغ برياضه. طب يعني رياضه بقى ولا اعلام بقى ولا كل حاجه ولا ايه يا سماء؟ يعني طيب يعني هتقعدي بقى كمان اللعيبه في البيت ولا هتعملي ايه؟ طب الاعلاميين هتقعدينا في البيت ماشي ستي ورياضيين كمان. بصي بصي حضرتك قولي لي ابص اتفضلي الكوره المدير الاداري اللي انا مقدمه له في اتحاد الكوره ملوش علاقه باللعبه بالفوتبول ملوش علاقه باللعيبه ملوش علاقه بالفنيات. ايوه هو ليه علاقه اكتر بالحاجات الاداريه تنظيم الاتوبيسات تنظيم الاقامه في هو ده اللي خدتي عليه درع النبوغ؟ لا الدرع ده حاجه تانية. الدرع ده خدناه ليه بقى؟ ايه سبب ان حضرتك تسلمتي درع النبوغ؟ كان النبوغ في انهي مجال؟ طب انا هقول لحضرتك اتفضلي. في شركه اسمها ذا وينر. الشركه دي شركه اساسا سياحيه. ايوه في الاصل هي شركه سياحه مش شركه رياضيه. دي عامله ايفنت لتنشيط السياحه في شرم الشيخ. ايوه فعامله ماراثون رياضي هناك فانا مشتركه معاهم فهي كرمت مش انا بس كل الناس اللي مشتركين. ايوه اشتراكهم في تنشيط السياحه عن طريق الماراثون الرياضي اللي هيتعمل في شرم الشيخ. تمام عشان بس الناس ما تتخيلش ان هي لها علاقه بالرياضه. لا ده تكريم من جهه بتنشط السياحه عن طريق الرياضه. اشكرك اشكرك الفنانه سما المصري اشكرك. خير ان شاء الله خير ان شاء الله. معانا كمان خبر من وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة من الأخبار اللي أنا شخصيا مبسوطة جدا بيها. في مجموعة أخبار طلعت بتقول إن مركز من مراكز الشباب في محافظة المنوفية لقوا فيه زجاجات مشروبات كحولية وسجاير وحاجات يعني لا تليق إنها تكون في مركز من مراكز الشباب.
طبعا ايه حقيقة الموضوع ده احنا الاول هنعرفه من الاستاذ محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وبعدين اقول لحكم الخبر الحلو فين. اهلا وسهلا يا فندم استاذ محمد. مساء الخير. اهلا بيكي، بحيي حضرتك وبحيي كل السادة المشاهدين. يمكن في اطار المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الشبابية والرياضية، وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي اخذ عدد من القرارات في مخالفات مراكز الشباب بالمنوفية. يعني بالفعل كان في مخالفات يا فندم، وعشان كده حضراتكم تداركتوها. نعم، خلينا نقول ان احنا ان هناك استراتيجية داخل وزارة الشباب والرياضة بتبناها الدكتور أشرف صبحي. أيوة. توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، من ضمنها الاهتمام بمراكز الشباب وتطوير مراكز شباب جمهورية مصر العربية وتحويلها لمراكز إبداعية وتنويرية تهدف إلى خدمة الشباب والنشء في جميع ربوع مصر. أيوة دكتور، ده الهدف من مراكز الشباب. ده الهدف من المركز. الهدف من المركز ان هو هيكون منبر إبداعي، تمام، هيهتم بجميع الأنشطة الثقافية والإبداعية والفنية. يمكن كان هناك بالأمس جلسة مع معالي دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تم مناقشة عدد من الملفات الهامة بتطوير مراكز الشباب، أهمها تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع وتبنيها لمهرجان إبداع مراكز الشباب، واللي هيضم كمان ايضا اكتشاف المواهب من ذوي القدرات الخاصه، وايضا انشاء حمامات سباحه في عدد من مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه. أيوة. وتطويرها حتى تكون بالفعل منبر ابداعي ثقافي رياضي. نرجع لموضوعنا والخاص باللجان التي تمت تشكيلها من خلال وزير الشباب والرياضه وضمت. أيوة، بس عاوزين حضراتكم كمان تهتموا بالاقاليم يا دكتور. مراكز الشباب في الاقاليم في كل مستوى، على جميع مستوى محافظات الجمهوريه، على جميع مستوى الجمهورية، والقرى الأكثر فقرا والقرى المحرومة. لأن حضرتك يعني إحنا يعني بننام بنشوف صور وفيديوهات لبعض مراكز الشباب، بنشعر إنها محتاجة نظرة أكثر من حضراتكم. الوزارة يعني الوزارة اللي اقتحمت هذه المشكلات وتم تصويرها وتم أخذ قرارات فورية، ما استنيناش إن الإعلام يكتشف هذه السلبيات. طب هل بالفعل سيتم وضع كاميرات في كل مراكز الشباب يا دكتور؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، ده حقيقي الخبر ده سليم. طبعا يا فندم، الخبر ده خرج من وزارة الشباب والرياضة. ده خبر جميل يعني. يمكن شكل وزير الشباب والرياضة مجموعة عمل للتفتيش المستمر، ضمت كل من مساعدي وزير الشباب والرياضة، والبداية كانت في محافظة المنوفية. حيث أيوة. تضمنت الجولة عدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب تلاء الذي وجد به أعداد كبيرة من زجاجات المشروبات الكحولية حول سور الملعب، بالإضافة أيوة. إلى التدهور الشديد في الملعب الخماسي. وبعد المعاينة والفحص والتفتيش تبين التقصير في عدد من المراكز، وتم على الفور نقل أحد العاملين وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق وتشكيل لجنة لمتابعة. والله أشكرك، والله يا دكتور أشكرك. يعني حضرتك يعني كلام حضرتك محترم جدا، أنا بشكرك، لأن أول مرة يطلع لنا مسؤول ويقول لقينا تقصير وإحنا عالجناه وبنحاسب المقصرين، ده شيء جميل جدا يا دكتور، أشكر حضرتك، شكرا يا فندم. تعالوا بقى نروح للنجم محمد صلاح. مش عايزة أتكلم بقى في كل الكلام اللي الناس اتكلمت فيه، لكن أنا النهاردة وقفت قدام خبر بيقول إن في طبيب أسنان إنجليزي حضر للقاهرة وألقى محاضرة طبية، طبعا أكيد مش كروية، لمجموعة من الطلبة، وبعد ما خلص كلامه عن الطب والأسنان اتفاجئ الطلبة إنه لابس تيشيرت محمد صلاح، وقال للطلبة عليكم أن تستوعبوا جيدا قيمة محمد صلاح لأنه أفضل دعاية لمصر. الحقيقة الخبر ده من الأخبار الحلوة اللي وقفت قدامها النهاردة. فإحنا معانا دلوقتي الكابتن ونجم مصر كلها، الكابتن مصطفى يونس. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ جدا جدا. الله يخليك، وبنستمتع بيكي على قناة دريم الحقيقة، يعني إضافة كبيرة جدا للإعلام المصري. يعني أشكرك يا دكتور، أشكرك، أنت اللي مشرف القناة ومشرف البرنامج. أهلا بيك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. قولي يا دكتور،
ظاهرة محمد صلاح. حضرتك شايف الظاهرة دي أسبابها إيه؟ نحن نقول عليها إن حب الناس كلها له إنه ظاهرة. يعني هل إحنا مفتقدين القدوة؟ هل شبابنا بقاله فترة طويلة مش لاقي شاب يشعر فيه بالأمل المستقبل في أي مجال مش بس في الكورة؟ بص يا دكتور، محمد صلاح ليس نجم كرة فقط، وليس كلاعب كرة كبير ولاعيب كرة على مستوى عالي جدا من الموهبة. محمد صلاح شاب مصري مكتمل الصفات الكويسة اللي أي حد يتمناها: الأخلاق، الأدب، التدين، الموهبة اللي من عند ربنا، التواضع، كل ده متمثل في محمد صلاح. ممكن يبقى فيه لعيبة أحسن من محمد صلاح، لكن ما فيش لعيبة أخلاقيات محمد صلاح. وهنا جت قيمة محمد صلاح. أيوة. وليس كلاعب كرة فقط. محمد صلاح شاب مصري مشرف، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مثال مشرف للشاب المصري، وزي ما حضرتك قلتي حتى أنا دايما في البرامج بتكلم فيها دكتورة إزاي. أيوة. نستفاد من محمد صلاح، إزاي. أيوة. شبابنا يستفاد من محمد صلاح. احنا للاسف لا نستفيد من محمد، احنا بنسيء لمحمد صلاح. هنا بتكلم على اتحاد الكوره وما أيوة. حدث مع محمد صلاح. ايوه يا فندم. محمد يعني صلاح بقى ايقونه في العالم كله وليس في مصر فقط. بالظبط. حضرتك ان في انجلترا بيسموا محمد، في انجلترا الولاد الشباب صغير بيسجدوا لما بيجيبوا جون. يعني محمد صلاح بقى ظاهره عالميه، بيمثل زي ميسي، زي كريستيانو رونالدو، زي بيليه، زي فان باستن، النجوم الكبار قوي ده دول. فلازم نبقى ناخد محمد صلاح كقدوة لينا للشباب المصري، كل واحد في مجاله، كل واحد يخلص في عمله، كل واحد يتفنى في عمله، ربنا لازم يديله. فأنا أنا أنا وأنا بشرفت إن أنا كنت أول واحد اتكلم على محمد صلاح في مصر، وقلت هناك صاروخ لاعب كرة طالع اسمه محمد صلاح، وعمر جابر ومحمد إبراهيم وحجازي والنني، لان يا دكتور ده المنتخب بتاعي وهم عندهم 16 و17 سنه. فاحنا سعداء جدا. على فكره انا شفت الصوره بتاعت الدكتور الانجليزي ده. أيوة. اللي لابس تيشيرت عليه محمد صلاح، انا مش عايز اقول لك مدى سعادتي. زي كده ما انت سعيده ومبسوطه وباين على حضرتك في الشاشه انك مبسوطه بابن من ابناء هذا الوطن. وده حضرتك مش مصري وطبيب اسنان وانجليزي وجاي للطلبه يوريهم ان هو متباهي بالمصريين، فحاجه يعني مشرفه فعلا. طبعا حاجه مشرفه. اتمنى ان احنا نستغل نجوميه محمد صلاح ده في العالم كله، يبقى ده السفير الاول لمصر يا دكتوره. أيوة. مع احترامي الشديد جدا لكل مجلس الوزراء. صح. محمد صلاح عمل اللي ما قدرتش تعمله وزاره الاعلام ولا وزاره الخارجيه ولا حاجات كتير. مع احترامي الشديد ليهم، لان الكوره انت عارفه ظاهره عالميه، والناس كلها بتبص على الكوره والناس كلها بتتفرج على الكوره. وانا برضو عايز اكد على حضرتك الموضوع مش موضوع لعيب كوره، في لعيب الكرة كتير ممكن يبحث محمد صلاح. الأخلاق، أخلاقيات محمد صلاح، تواضع محمد صلاح، هو ده اللي وصله لهذه النجومية وهذا الحب في العالم كله. أشكرك يا كابتن مصطفى. ولو اتكلمنا عن الأخلاق والتواضع احنا لازم نذكر حضرتك. أشكرك يا فندم. أخبرنا كده خلصت. تعالوا نروح لفاصل، استنونا عشان نتكلم عن ظاهرة اجتماعية، وهي مش الطلاق، لا، الطلاق في أول سنة زواج، الطلاق السريع. نطلع فاصل نرجع تاني، ابقوا معنا. أنا عندي رقم مفزع جدا، وده امتى؟ في أواخر السنة اللي فاتت وممتد للسنة دي، وهو عن نسبة الطلاق في مصر خاصة في الساعات الأولى بعد الجواز. ده احنا لسه كده ما كلمناش عن الطلاق في السنة الأولى، احنا بس واقفين دلوقتي قدام رقم مفزع، لأنه بيقول ان في مصر 250 حالة طلاق يومية بتتم بعد الساعات الأولى من الزواج أو الأيام الأولى من الزواج. علشان كده احنا فكرنا نعمل فقرة النهاردة، بس هنوسع القماشة شوية ونتكلم عن الطلاق في السنة الأولى. معانا في الاستوديو
الدكتور عبد المحسن ديغم، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الأسرية. أهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك؟ ومعانا الأستاذة ولاء علي عدلي، المحامية بالاستئناف العالي وعضو اتحاد المحامين العرب. أهلا بيك يا أستاذة. ومعانا ضيوف قرروا إن هم يطلعوا معانا يحكوا حالاتهم الحقيقية، رغبة منهم في تفادي مشاكل المجتمع، وده شيء أنا بحترمه جدا. فمشرفنا الأستاذة أو مدام إيمان ندى، أهلا بيكي، والأستاذ عمرو شوالي، أهلا بحضرتك، والأستاذ علي محمد، أهلا بحضرتك، أهلا بيكم. أنا لو تسمح لي يا دكتور، أنا قبل ما أبدأ مع حضرتك أو مع الأستاذة، أنا حابة إن كل حد فيهم يعرض التجربة بتاعته علشان نقدر ناخد منها المؤشرات اللي عاوزين نتكلم فيها. فطبعا ليديز فيرست، ما تحاوليش شاوري عليها، هبدا بيكي. ليديز فيرست، مش على اسفه يا ايمان، اتفضلي يا ايمان. تليش معاكي ايه الموضوع يا ايمان؟ هو زي ما حضرتك قلتي كده، ممكن يعني احنا دلوقتي في الزمن ده بنبقى عارفين بعض قبلها فتره طويله جدا يعني، فممكن نعرف بعض سنين وللأسف اتجوزنا وقعدنا 10 شهور. يعني أنا كنت طلعتي بعد 10 شهور. 10 شهور. وكنتي تعرفيه قبلها بقد ايه؟ 4 سنين او اكتر. ليه بقى طلقتي؟ ليه؟ ليه عرفته ولا ليه اتطلقت؟ لا ليه عرفتيه ده خلاص يعني. بعد 4 سنين يا دكتور مش هنتكلم في ليه عرفتيه. لا يعني ليه انك في بينك وبين شخص علاقة 4 سنين، وأكيد في نوع من أنواع العشرة، يعني خرجتوا مع بعض وكلتم وشربتم وتعاملتم مع مجتمع، ليه تطلقي بعد 10 شهور؟ أنا شخصيا عمري ما كنت أتخيل إن دي تبقى النهاية. إيه اللي حصل؟ أنا ربنا رزقني بطفل أو بحمل يعني. أيوة. بمجرد وجود الحمل ده حصل الانفصال، وكأنه مش عاوز يتحمل مسؤولية. أنا وجهة نظري إن هو مش عاوز يتحمل مسؤولية، إن مشكلة الرجالة إن هم يتحملوا المسؤولية. دكتور عبد المحسن، أعتقد إنك عينيك كلها أسئلة، اتفضلي بقى. لا هو أكيد مش ده السبب يا إيمان، أكيد في خلافات حصلت، في مشكلات حصلت، يعني أكيد في أسباب تانية. هقول لحضرتك، هو مدة 10 شهور أصلا يعني تكفي لإن هو يعرف انا كويسه ولا لا، او انا اعرف هو كويس ولا لا في الجواز. ما هو قبل يعني العشر اصلا في 4 سنين. اصلا العشر اوكي، بناء على ال4 سنين دول هو خد قرار الجواز. صحيح. صح طبعا. اذا هو انا متوافر فيا الصفات اللي هو اللي عاوزها، تكوني فيها زوج. تمام. صحيح. طيب نفترض ان هو اتفاجئ بصفات تانية مختلفه، ال10 شهور اللي هم بيبقى. لا ايمان، بعد اذنك، بعد اذنك يا دكتور، هل ممكن يكون ان حضرتك عارف ان الحمل عند السيدات بيكون عنده اعراض، اعراض حمل ووحم وما الى ذلك، هل هو كانت احلامه في دي طلقت بعد 10 شهور يعني تحملتي بعد الجواز بقد ايه؟ بعد 9 يعني هو الحمل كان مدته 2 شهور وايام يعني هو لما انت اول 7 شهور دول كانوا تمام قبل الحمل انت وهو؟ كانوا تمام، الخلافات العادية خالص يعني الخلافات العادية يعني أو 7 شهور الأولى كانت العلاقة العلاقة كانت جميلة وفي مشاكل؟ أول 4 شهور العلاقة كانت جميلة جدا. طب أنتوا كنتوا متفقين يا إيمان إنه مش عايزين ولاد دلوقتي، مش عايزين خلف دلوقتي؟ لا كنا متفقين بعد 6 شهور. بعد 6 شهور نبتدي. يعني هو بمجرد إن عرف إنك حامل قلب القلبة ديت؟ أنا عايزة أقول لحضرتك إن هو أصلا يعني هو نزل راح الشغل ما رجعش تاني على البيت. لمجرد ان حصل لا لا بعدها بشهرين وايام بس. الشهرين دول كلهم مشاكل يا الشهرين كلهم كلهم مشاكل. لا ما كانش فيهم مشاكل، ما كانش فيه مشاكل فعلا. يعني انت قعدتي شهرين حامل؟ اه. الشهرين دول ما كانش فيهم مشاكل معاه؟ لا خالص. وبعدين في يوم وليله راح الشغل ما رجعش؟ اه. حصلت مشاده تليفونيه ما بيننا، ما بيني وما بينه. هل قلتي كلمه مثلا جرح اوقات الرجاله او السيدات، كلمه بموقف يعني، هل قلتي كلمة في المشدة دي ما قدرش ينساها مثلا؟ لا هو أنا ما قلتش كلمة، بس كانت في اليوم ده كانت والدته موجودة فهي قامت بالواجب يعني.
تمام. ده عنصر طبعا وسبب مهم جدا في حالات الخلافات. سبب مهم جدا. يعني لما نتكلم على مسببات الخلافات، كنا في وقت من الأوقات كده بندرب أخصائيين مكتب التسوية، تسوية المنازعات الأسرية في وزارة العدل. أيوة. فوجدنا أن في، أو عملت كده خريطة لحالات الطلاق وخاصة الطلاق المبكر. طبعا المتهم رقم واحد الفيسبوك، وال يعني وأساليب التواصل بشكل عام والفيسبوك، وهنتكلم ده إيه اللي بيحصل. إنما رقم ثلاثة تقريبا الأهل، والاهل كمان داخل اذا كانت الزوجه في بيت عايشه في بيت عيله او في بيت اهله، تطعم تبقى في الاقاليم فده أكتر. بيكون احد الاسباب، سبب مهم جدا، السبب رقم ثلاثة. طيب خليني اروح لاستاذ عمرو. حضرتك تم الطلاق بعد قد ايه من الزواج؟ هو وقع طلاق شفوي تقريبا بعد ثالث اسبوع. 21 يوم؟ 21 يوم بالظبط. حضرتك كنت تعرفها قبل الزواج؟ لا خالص، وفترت فترة الخطوبة تقريبا كانت ست شهور بس. وما كانش فيه أي يعني حوار بينكم مثلا؟ لا، هو كان عبارة عن جواز صالونات، يعني هي مثلا شغالة في مثلا في مكان كويس، أنا شغال في مكان كويس، ومتوافقين مع بعض عائليا، فتم بقى يعني الزواج. فتم الزواج يعني. فطبعا في فترة الفترة دي، فترة الخطوبة عموما، بيبقى كل واحد بيمثل على التاني وبيظهر الجوانب الكويسة بس فقط. طيب ايه اللي انت لقيته اول ما تزوجت لدرجة انك ترمي عليها طلاق شفهي، لو انا فاهمة صح؟ بعد ثلاث اسابيع. الصدمة لما الواحد خلاص يعني بيكون مسيستم حياته على وضع معين مع الانسانة ديت او مع البني ادمة دي، ويجي بقى في الحياة العملية بيلاقي عكس كده تماما. زي ايه حياتك؟ يعني مثلا حالة الهدوء المصطنعة بين المخطوبة والخاطب في أثناء فترة الخطوبة، تتفاجئ انها عصبية مثلا بعد الزواج؟ لا، ده اسمه هدوء مزيف، او اسمه كل واحد فينا بيحاول يطلع يعني افضل ما فيه. يعني انت شايف انك انت كمان طلعت افضل ما فيك وما قلتلاش الحقيقة؟ لا، انا بتكلم كعموم، لكن كعموما انا بتكلم عن حالتك. انما حالتي انا، لا، انا لقيت فعلا يعني عكس ما انا كنت شايف تماما في فترة الخطوبة. برضو ايه هو يعني في هقول لحضرتك على حاجة، يعني مثلا إيه؟ انا مش عايز ادخل برضو في تفاصيل قوي. لا ادينا عناوين، يعني ممكن تبقى عصبية، ممكن تكون مش مهتمية ببيتها، ممكن تكون باللوم سائد عندنا بنت مامتها، يعني حضرتك ادينا عناوين. انا هقول لحضرتك على حاجة دلوقتي، يعني مثلا زي حاجة ان هي الهدوء المصطنع اللي انا اتكلمت عنه من شوية قلب تماما 180 درجة. ازاي؟ معرفش. عصبية طبعا جدا. على ايه؟ على اتفه الاسباب. زي اديني سبب. زي مثلا لما اجي مثلا اجي اخرج مثلا عادي جدا، اي شاب بيحسب لا ما تخرجش، تخرج ليه؟ طب وحد يخرج في اول 21 يوم من غير مراته انت كمان؟ لا ماشي، ينفع الكلام ده؟ تاخدها معاك يعني اول واحد خدها معاك وانت خارج، امال هتعمل ايه بعد 21 سنه؟ لا، ما هو انا طلبت منها ان احنا نخرج انا وهي. فهي ما رضتش تخرج، فهي طبعا يعني تسببت باسباب غير منطقيه، فقلت خلاص انا عايز اخرج. يعني انت مش عايزه تخرجي، خلاص دي حاجه ترجع لك، طب انا اعمل ايه؟ فلازم يكون في يعني تديني المساحه كده يعني. طب ادينا مثال تاني عشان الدكتور عارف يحاورك، بس ادينا حاجه كمان. ادينا طيب حاجه تانية. حاجه تمام، تدخل الام في اول 21 يوم، لحقت ده في تاني يوم وفي تالت يوم طبعا. طب ادينا كده مثال للتدخل، يعني قول لي مثلا حصل كذا ووالدتها عملت كذا فانت اعتبرته تدخل. هقول لك على حاجه، حصل حمل تمام، ده في اول 21 يوم؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي خلاص. دلوقتي حياتك اتطلقتها بعد قد ايه بقى؟ الطلاق الرسمي ده تقريبا يعني بعده بكام شهر يعني؟ 3 4 شهور مثلا. انما انا راضي يعني، حصل فيه بينا تراضي وكده واتلمت يعني. واتلم الموضوع بعد كده تمام، فخلاص هي ربنا كرمها وهديت شويه واتحامل وكده وخلاص ربنا كرمها كمان ووضعت
من هنا يعني الدكتور في الحمل قال لها ما بتاخديش مثلا اي وسيله او اي حاجه لان مثلا حالتك ما ينفعش ان انت تاخدي اي وسيله. ليه ما هي حامل؟ لا ما خلاص انا بتكلم بقى في ان يعني؟ هي بعد الحمل وولدت وكده فان هي ما تاخدش اي وسيله تمام فالدكتور قال لها كده قال لها انت ما ينفعش ان انت تاخدي اي وسيله دلوقتي خلاص هاتي ربنا يكرمك مثلا بحاجه تانية وخلاص ما يبقاش المنع من جانبها يعني فطبعا هي والدتها بقى تدخلت في الموضوع ده قالت كفايه نصا كده كفايه طفل واحد او طفله كفايه طفله واحده فطبعا جت وخلتها تروح تاخد الوسيله او كده. معلش انا هقطعك بس معانا بتاع كلام الدكتور محسن موجود يبقى المكالمات كتير. اتفضل. معانا مدام سميره من طنطا. اهلا بيك يا مدام سميره اتفضلي. اهلا بحضرتك وبحضرتك الحضور مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم اتفضلي يا فندم. انا كنت يعني بس نفسي والله ان انتم تركزوا مع الحاجه مهمه جدا من تجربتي وتجربه اللي حواليا. عايزة أوصي وصية يعني لكل شاب وشابة وأم بتجوز بنتها أو ابنها ياريت يتفقوا قبل الجواز على إن السنة الأولى جواز ما يحصلش فيها حمل ما يجيش أطفال. ليه؟ لأن أنا جاية من بيئة وهو من بيئة لسه ما تأقلمناش مع بعض لسه ما عملناش تنازلات. أنا هتنزل عن حاجة هو عن حاجة هنقرب لبعض أكتر طبعا عشان ده جواز مش خطوبة. وزي ما قال الأستاذ مع حضرتك من شوية إن فترة الخطوبة دي يعني كلها جماليات يعني ما تقدريش تعرفي كل اللي قدامك. طبعا يعني أشكرك يا مدام سميرة أشكرك. دكتور طبعا متفق معها جدا. احنا بس يعني من ضمن الاحصائيه المرعبه احنا تقريبا عندنا 250 حاله طلاق يوميا. ايوه ال 250 حاله طلاق 60% منهم حديث الزواج يعني من عمر يوم لسنه. أيوة. يعني اغلب حالات الطلاق عندنا بتحصل في سنه اولى جواز. أيوة. ليه حالات الطلاق بتحصل في سنه اولى جواز؟ علشان عندنا مفاهيم خاطئه بين الزوجين. المفاهيم الخاطئه ديت احيانا تكون يعني من رايي في حاله الاستاذ احمد. أيوة. انه فكره الكماليه الكمال او السعي للكمال الكماليه ديت هي تخلينا كل واحد شايف انه عايز افضل حاجه في ولا الطرف برضو الأخر. تدخل الحما ده جزء زي ما حصل مع ده جزء بس إيمان. مش ده مش ممكن يكون سبب في بعد 3 شهور او شهرين مش ممكن يكون سبب في الطلاق. والا انا برضو كزوج عندي مفاهيم خاطئه وهو انه مفهوم انه انا الراجل في بيتي فمفيش حد يتكلم انا بس اللي اتكلم انا بس اللي اقول. هل ده كان وارد احيانا عندنا مفاهيم خاطئه بتسبب للطلاق اللي هو ايه اللي هو رفض كامل لتدخل اي حد. خد بالك التدخل يعني ممكن يكون في الحاجات الجوارية. لا انا هقول لحضرتك على حاجة يعني انا برضو الحمد لله الواحد على قدر من الوعي انه يقدر يعني يفرق بين التصرفات دي وبعدين هي برضو مهما كانت دي بنتها فليها برضو يعني مساحة من الحرية في الكلام ماشي بنتها وتتكلم معها يعني ايه الـ الـ الكلام بحدود. طبعا في كل راجل مسؤول عن بيته بامور بيته الداخليه دي هو يصنعها هما الاثنين يصنعوها مع بعض. كل ده كلام شويه يعني شويه مرونه في العلاقه شويه مرونه في التعامل يعني لحد دلوقتي بصراحه انا مش قادر اوصل انت طلقت ليه الا لو انت في حاجه انت مش عايز تتكلم فيها ده موضوع تاني. بس هو فعلا هل إذا كانت الأم بتتدخل في بعض الشؤون إحنا لسه في كام شهر ده إحنا لسه كام يوم جواز يعني أنت بتقول الطلاق بعد 40 يوم تقريبا تقريبا لا الطلاق الشفوي شفهي 25 يوم لا 21 يوم بالظبط. طيب يعني وبعد كده حصل يا ده كان أنت دخل ست شهور يعني أنا ست شهور خطوبة ممكن خلال الست شهور ما شافش خلال الست شهور خطوبة الأم ما تدخلتش خالص إلا بعد الزواج. موضوع برضو امر برضو غريب برضو يعني انا هو في حاجه انت مش عاوز تقولها يعني والله يعني حياتك يعني ما هو اتفضلي. هو مش هينفع حضرتك تنقل الصوره مش كامله فيجي اللوم على حضرتك لا ابدا لان هو يا طبعا انا بحترم طبعا الخصوصيه بس حضرتك طالما شرفتنا في البرنامج فاحنا عندنا دلوقتي مهمه ان احنا نساعد الاخرين ده اكيد فيبقى حضرتك محتاج تقول لنا الواقع عشان اتعايش معاه. ما
وهو انا قلت لحضرتك الواقع ان كل واحد بيطلع افضل ما فيه، يعني اقول ايه تاني؟ يعني الواقع كان غير الصورة. طبعا تمام. اروح بقى لحضرتك يا استاذ علي، حياتك طلقت بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور، هي سابت البيت بعد 3 شهور من جوازي. 3 شهور من الجواز. حياتك كنت تعرفوا بعض قبل الجواز؟ لان احنا ما عرفت، بس لان في صلة قرابة بيني وبينها، لان يعني هي تبقى بنت خالتي. بنت خالتك. طيب ايه اللي يخلي يا فندم بعد 3 شهور تطلقوا؟ والله الاسباب انا ما ترجعش ليا، الاسباب ترجع لها هي. هي اللي طلبت الطلاق. كانت ايه طلباتها لحضرتك ما حققتلهاش؟ والله انا الجواز يعني كانت الخطوبه كانت فتره سنه ماشي، وبعد كده تم الجواز. بعد كده زي ما سلام قال يعني ايه، الواقع غير اللي بيظهر من الشخص نفسه. بتبقى قدامك حاجه وبعد كده بتكتشف بعد الجواز حاجه. كانت هي من ايه؟ لا هي كان المشكله كانت لان كنت قبل الجواز اشترطت ان هي، لان كان معايا ليسانس اداب، ان شغل ما فيش شغل ماشي. فطبعا احنا هناخد معلش سعاد من الجيزه. مساء الخير يا سعاد. سعاد اتفضلي. لو سمحتي، انا متجوزه ابني ما هو ما يعرفهاش، بس في جاره كان قدامنا جابت لنا واحده وكده، وابني طبعا كرفت الجواز خالص دلوقتي. وبعد كده جارتنا اللي قدامنا قالت لنا ده سيما وبعدين ميتة وباباها ميت واتجوزوا. وبعدين فرش لها الشقه على طول وشبكها وكده، طب خدها من اخوها. ايوه. بعد كده طبعا احنا ما نعرفش عنها حاجه، ايه اسلوبها ايه في الكلام او اسلوبها في الطريقه او اسلوب في، ما نعرفش. على طول شهر والتاني جوزناه. وبعدين؟ بعد كده عملنا الشقه وكل حاجه وجهزناها لها وكل حاجه تمام التمام. اتجوزها هو، لا اشترط عليها ان هي ما تخلفش لما يعرفوا بعض. كويس. راحت تثبت عليه، قالت له ايه ده انا حبلت ايه على البرشام. تمام. المهم سال الدكتور على الموضوع ده، قال له لا دي هي كذابه. تمام. وكذبت كمان في حاجه واحده، اللي هو جاي راح يكتب الكتاب لقاها الخط قطع. طيب نروح المنصوره. اسامه اهلا يا اسامه، اتفضل يا استاذ اسامه اتفضل. الو الو. نرجع بقى للدكتور عبد المحسن. طيب لو انا محتاج تقول رايك. انا طالبه طلب، انا عايزه الاستاذه ولاء، حضرتك بتجيلك قضايا طلاق كتير جدا، عايزاك تقولي للدكتور عبد المحسن اعلى قضايا طلاق جايه لك بسبب ايه، علشان دكتور محسن بقى يبدا يحلل لنا الصوره كامله. اتفضلي. اول حاجه زواج الصالونات، فكره ان اتنين ما يعرفوش بعض لكن الشكل العام والشكل الاجتماعي يبدو مناسب. أيوة. فالام ام الزوج هي اللي بتختار، وام الزوجه احيانا يبقى الامهات هم اللي بيختاروا ويقعدوا الاثنين مع بعض، مجرد قعده روتينيه جدا، زياره عائليه بنشوف هيقدم لنا. اول سبب ايه السبب التاني؟ اول حاجه زواج الصالونات. تاني حاجه الظروف الاقتصاديه وتاثيرها على الحياه يعني متطلبات الحياه احيانا بتحدث متطلعات اعلى. احيانا الزوجه ممكن تكون بتطمع ان هي تبقى في وضع احسن بكتير، واحيانا الزوج ممكن يشعر ان هو يعني في ضيق ومش قادر ان هو يكمل هذه الحياه مع المسؤوليات. السبب التالي ايه يا استاذه؟ تالت سبب اقدر اقول ان الزواج المبكر، الزواج في سن صغير بالنسبه بيعمل مشاكل. بيعمل مشاكل كبيره جدا جدا، لان عقليه البنت بتتغير بعد فترة من الزمن بتتغير، وهو كمان. فأصبح أن الزواج المبكر عليه عامل كبير جدا في زيادة نسبة الطلاق وزيادة عدد الأولاد طبعا، لأن الزواج مبكر من 18، لو هنقول لو أقل كمان أحيانا من 18 سنة بعقود عرفية. هنرجع للزواج مبكر، بس خلينا ناخد محمد. أهلا يا محمد. محمد من أسيوط. أهلا بيك يا أستاذ محمد اتفضل. مساء الخير على حضرتك وعلى اتفضل. اتفضل. انا رايي حضرتك ان الطلاق بيجي نتيجه سبب من اثنين. تمام. اول سبب دي بتبقى يعني اسباب اجتماعيه وتربويه. حاليا الجيل ما عادش يتحمل مسؤوليه، سواء رجاله او بنات، فده بينتج عنه الزواج الطلاق المبكر.
تاني حاجة تدخل الأهل طبعا، ده بتندرج تحت نفس الأسباب. يعني أنا أذكر مثلا خلاف كان بيني وبين زوجتي إن هي خرجت مرة مثلا بدون إذن، فزعلت وراحت عند والدتها معاتبتها، فلقيت والدتها بتقول لي طب ما أنا بخرج من غير ما أستأذن حماك. قلت لها يا حاجة طب والله إن شاء الله من مراتي تبقى عندها 65 سنة قد حضرتك، مش هسألها أنت رايحة فين. فتدخل الأهل بيعمل مشاكل كتير، ده أول أسباب. الأسباب التانية هي أسباب تشريعية، تمام؟ القوانين الأحوال الشخصية بتسهل الطلاق للمرأة، تمام؟ يعني الزوجة دلوقتي مجرد ما يكون عندها طفل وطلبت الطلاق لأي سبب أيا كان، فهي بتاخد حقوق كتيرة جدا مش من حقها. التمكين من مسكن زوجية، نفقات معدودة. فحضرتك شايف ان ده بيسهل الطلاق؟ مش من حقها. طبعا ده الإجراءات دي بتسهل الطلاق. انا ارد فكرتك واطي استاذ محمد، بس هنروح بقى للمنصورة. استاذ اسامة معايا، اهلا يا استاذ اسامة، اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا استاذ اسامة، اتفضل. السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضل. والله انا عايز اشارك نقطة. الو. ايوه مع حضرتك، سامعينك يا فندم، اتفضل. ليا تعليق واحد بس بخصوص الاخت اللي قالت ان سبب الاسباب رياض الصالونات. ايوه. انا رايي في المشكله كلها ان الراجل والست عموما ما بقوش فاهمين يعني ايه زوج وزوجه اصلا. ما عندناش ثقافه للزواج، ثقافه للزواج. اللي هو برده ممكن يبقى زواج مبكر، ولا تقصد حضرتك ان الجيل ما بقاش متعلم؟ نظر يعني انا في حالات كتير فشلت، وفي حالات كتير جواز صالونات فشل. الفكره كلها ان الراجل والست، يعني انا طبيعي ان انا لما اتجوز ابقى عارف ان امي هتتدخل وما هتتدخل. هي الفكره كلها ان الراجل والست بيتعاملوا مع الحاجات دي ازاي. هو اصلا الراجل بيبقى داخل ان هو هيتجوز وفرحان، اشكرك، والبنت فرحانه انها تتجوز، بس الفكره كلها ان هم مش فاهمين يعني ايه اسره، ومش فاهمين يعني ايه زوج. فطبيعي ان انا الاقي زوجتي بتتدخل، حماتي تتدخل، وامي تتدخل، بس ده بقى هاو تو ديل يعني مع الحاجات دي كلها. فده السبب الرئيسي ان احنا ما عنديش ثقافه للزواج اصلا. اشكرك يا فندم. معانا بقى نرجع للقاهره، ناخد راجيه من القاهره. اهلا يا مدام راجيه، اتفضلي. اهلا بيكي. الو، مساء الخير. اهلا بيكي يا فندم. انا بشكر دكتور محسن جدا، انا كنت بتابع معاه. اهلا بيكي، وبشكره جدا على الفتره اللي كنت فيها معاه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. أي ان اي اب وام بيجوزوا باباه ومامته، يعني بيجوزوا ابنه او بنتهم، لازم يعرفوا هل هم بيتحملوا مسؤوليه الجواز ولا لا. هذه فكرة. اشكرك، شكرا يا راجل. دكتور بقى، اولا حضرتك يعني بقى انا استنى يا دكتور، عايزه حاجات كتير يا دكتور. انا عايزه حضرتك تكلمنا في اولا في موضوع الزواج المبكر، وانا لا اعني المبكر سنا، انا اعني ليس فقط سنا، انا اعني لا الزواج المبكر وعيا. لان كتير جدا يا دكتور، يمكن انا بشوف ده في الجامعات، تكون البنت بتتخرج وده سن مناسب جدا للزواج بعد التخرج، بس لما اقعد اتكلم معاها قلق حياتك ان الوعي مش موجود. طب فالنقطه دي انا حابه ان حياتك تكلمنا فيها. طيب كان بالاضافه لباقي النقاط، انا بس عايز اناقش في عده نقاط. أرجوك. اول حاجه طبعا اسمح لي استاذ، ولا اختلف معاكي في انه نسب الطلاق بتبقى بسبب جواز صالونات، بدليل ان عندنا ايمان 4 سنين وحب وعلاقه وبرضه بيحصل طلاق، وانه جواز صالونات من 30 سنه كان اهالينا بيتجوزوا جواز صالونات، والجواز استمر واسفر عن ناس ناجحه. الحاله الاقتصاديه برضو لا، هو معظم حالات الطلاق بتبقى من اصحاب الجوانب الاقتصاديه او الحاله الاقتصاديه المرتفعه مش المنخفضه، ده حسب الاحصائيات. والطبقات الفقيره بتعاني من الطلاق بسبب الحالات الاقتصاديه. حسب الاحصائيات لا طبعا، ان حياتك حسب الاحصائيات طبعًا ان طبعًا الميسورين ماليا هم معدل طلاقهم اعلى. ليه؟ شوف حضرتك بقى، اولا لما نتكلم وتقولي انه عندنا بنت ممكن تكون في رابعه جامعه يعني تقريبا 22 23 سنه وعقليتها لا تتحمل. ليه؟ لانه حقيقه الامر احنا وفرنا لاولادنا اللي ما قدرش اهالينا يوفروه لنا، وده كان سبب تعيس جدا. دلعناهم؟ طبعا. الاجيال طالعه متدلعه، الاجيال طالعه مش قادره تشيل مسؤوليه، كلنا بنسعى لتوفير كل حاجه لاولادنا، نعمل لهم كل حاجه في الدنيا، ولما بيبداوا يصطدموا بالحياه الاجتماعيه او الحياه الاسريه، واقع الامر ما بيقدروش يتحملهم، فبيخلعوا من المسؤوليه، يقوم مطلق اول ما يعرف انه هيبقى اب ومش مصدق، ده هو عيل اصلا، جواه اقصد، جواه عيل. ازاي هيبقى اب وهيبقى مسؤول؟ فعندنا مشكله في الحته ديت، وهي تحمل المسؤوليه. فهنا المفروض يزيد سن الزواج. احنا طبعا مش هنتكلم عن الجوانب التشريعيه او حتى الدينيه اللي بتسمح بسن الزواج 18 سنه. انا من رايي انه ما ينفعش الزواج للبنت قبل 24 سنه
خالص. احنا بنقعد مع فعلا زي ما حضرتك بتقولي طلبه الجامعه 22 و23 سنه غير قادرين على تحمل المسؤوليه، ما عندهمش فكره اصلا يعني ايه زواج. بلس بقى وبجانب الى انها لسه عايزه تعيش حياتها شويه، هم دايمين او دايما مقلصين فكره الجواز في الفستان الابيض والحفله والفرح وانه صاحبتها اللي اتجوزت قبلها. أيوة. انما لما بيدخلوا الحياه ويشوفوا معاناتها ومشاكلها، خاصه ان احنا بنتكلم في مصر، مصر يعني بلد ما نقدرش ننكر ان عندنا. طب مش معايا دكتور ان قصه كمان الحما او تدخل ده جزء تاني يا دكتوره، هل ده احنا مش واخدينه شويه زياده؟ لا ده جزء تاني هو، بس مش قصه الحما. احيانا تدخلات الاهل مش الحما، تدخلات الاهل بمعنى ايه؟ انه المفروض مع كل زوجين، وده نداء لكل زوجين جداد، خلي مشاكلكم بينكم، ولما نكبر شويه خلي مشاكلكم في اوض النوم، ما تروحش لاولادكم. احنا كل مشاكل السلوكيه اللي بتجيلنا للولاد من حالات تبول ارادي لحالات خوف لحالات، كل المشاكل بتبقى بسبب الاباء والامهات والصوت العالي. خلي مشاكلكم جوه اوض النوم وانتوا لسه في اول سنه جواز، خلي مشاكلكم في البيت. ما فيش حد من الاهل بيتدخل صح، ما فيش حد بيتدخل صح. الام او الاب كل واحد بيروح علشان يتدخل، عايز يحافظ على الجزء اللي يخصه. ابننا افضل واحد وبنتنا احسن واحده في الدنيا، فطبيعي بيحصل مشاكل. يا دكتور ما هو احنا يعني في صور كتير لامهات بتيجي دايما على بنتها علشان خاطر جوز بنتها، والعكس صحيح. في برضه امهات اولاد ده جانب، بس حتى ده مرفوض. انا كل اللي بطلبه من اي حد يتدخل، واحد انه يكون مؤهل اصلا للتدخل، مش اي حد يتدخل. اتنين انه يكون شخص موضوعي. هو حضرتك متصوره انها لما تيجي على بنتها طول الوقت كده الامور بتستقيم؟ لا طبعا. بنتها ما بتلاقيش لا صدر حنين ليها من ناحيه زوجها ولا اهلها، ما تلوموهاش بقى لما تروح تعرف راجل تاني، وما نرجعش نقول ده زوجه خاين. مفيش حد عايز يسمع، لانه مفيش حد موضوعي ومفيش حد مؤهل. يا فندم لما القران اتكلم عن حكمين من اهلها ومن اهله، الحكماء دول توافر فيهم شروط معينه، مش اي حد يروح يصلح. في جزء بقى انا عايز اناقش فيه، وهو اللي قاله الاستاذ احمد، انه الناس بتتجمل فتره الخطوبه. هو فوق الامر الناس ما بتتجملش، احنا اللي بنبقى لاغيين دماغنا. احنا اللي بنبقى ايه؟ لاغيين دماغنا. هو عايز يروح يلاقي بنوته حلوه يقعد يمسك ايديها وياخد له حضن قبل ما امها تدخل، ده اللي شاغل باله. انما بيشوف اخطاء في البيت وما بياخدش باله منها، ومش مركز فيها، مش مركز فيها. بيشوف ان الام هي اللي ربما تكون هي اللي مسيطره على الامر، والاب مع نفسه وشخصيه سلبيه، ومش مركز ان ده ممكن يعمل مشاكل بعد كده. ما انت بيتك هيبقى كده، البنت دي اتعلمت من امها فغالبا هتبقى كده. فاللي رايح مش مركز، بيشوف اخطاء كتير في البيت ويتصور انه لا هي كويسه سيبك منهم كلهم. لا لا اوعى تفكر كده، هي اهلها وحشين هي هتبقى وحشه. حتى هنا بقى نقول ممكن تتجمل، انما اوعى تفكر بمنطق انه ده اهله كلهم وحشين بس هو لوحده كويس. لا مفيش حاجه اسمها كده. طب يا دكتور اسمحي لو نرجع لموضوع الاستاذ علي، بيفكر ان هو يغيرها، وهي كمان وهي بتشوف فيه عيوب كتير وبتقول ممكن يتغير، يتغير بعد الجواز. لو سمحت يا دكتور حضرتك، بالنسبه لموضوع الاستاذ علي، انا فهمته ان كان في اتفاقات قبل الزواج خاصه بعدم العمل مثلا، وهي قررت تغير الاتفاقات. هل ده يا دكتور منطقي ان الواحد يقول جمله النهارده وتتغير بيه سنين فممكن يغير رايه؟ لا. ولا اللي يقول جمله يبقى مسؤول عنها؟ طبعا تغيير الكلام كمان بعد ثلاث شهور ده حاجه غريبه. اتفضل. انا حضرتك بتقول ايه؟ ان هو مثلا بيبقى قاعد ما بيشوفش عيوب، بيبقى لاغي عقله. انا بالنسبه لي في الجواز كنت واخد يعني كشاب بياخد تجارب، بياخد اعظم من التجارب اللي قبليه. فطبعا انا كنت واخد ايه؟ عشان استقر الامور وتبقى امور واضحه قدامها وقدام اهلها وقدام، عشان اعيش. انا مش عاوز مشاكل، انا واحد عاوز يتجوز مش عاوز مشاكل. صحيح. كان فمن ضمن اللي قلت لها عليه واتفقت، قلت لها اي حاجه تحصل بيني وبينك لا والدتي ولا والدتك يعرف عنها حاجه. صح. نهائي. ولو ما عرفتش احل المشاكل مع بعض، انا هقول لك تختاري مين يكون حكم بيني وبينك، وهو ده اللي هنقوله. وقالت لك تمام؟ وقالت لي تمام. يعني ده الكلام ده نهائي، وهي عارفه كده. في ناس بتكذب، وفي رجل بعد الجواز اكتشفت يعني كل ما كان بيحصل حاجه في البيت عندي كان بتتنقل لامها. امها تقول لا اعملي كذا، اعملي كذا. ماشي. وخصوصا كمان سبب تاني ان هي وحيده امها، فكان خلينا ناخد سعيده من اسكندريه. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا ممكن اقول رايي في الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه؟ شرفينا يا فندم، شرفينا، اتفضلي. الله يخليك.
80% من الزواج بيبقى عدم مسؤوليه من الست ومن الولد من الشاب برضه. ايوه يا فندم. بيبقى عدم مسؤوليه، البنت بتبقى في بيت والدها متدلعه، اكلها عندها، شربها عندها، هدومها مغسوله، مش عارف ايه كده. اول ما بتروح هناك يعني بيت الزوج فبتتفاجئ، ايه ده انا ما كنتش احسب ان انا هبقى كده، انا هعمل اكل، انا هعمل مش عارف ايه. ف 80% زي ما قال الدكتور هي دي، لان البنات دلوقتي ما بيعرفوش يخشوا المطبخ تقريبا، مش زينا احنا زمان لما كنا بنعمله ممكن الواحد باي حاجه يعمل اكل وبيجيبوا وصفات من على جوجل بيجيبوا الوصفات من على النت. اشكرك يا مدام، اشكرك يا فندم. طبعا لانه في ام عايزه تريح بنتها، هي فعلا كلامها صحيح 100%. البنات بقوا مشغولين شويه وطبعا الولاد، احنا مش عاملين الحلقه اولاد وبنات او رجاله وستات، الاثنين غلطانين، ويمكن يكون برضه دور الراجل هو الدور الاهم، وسبب حالات الطلاق معظمها بسبب الراجل. ولما قلت لحضرتك انه الفيسبوك معظمها بسبب الراجل طبعا، ولما قلت لحضرتك المتهم الاول هو الفيسبوك، لانه اكتر من 70% بحالات طلاق خيانه الكترونيه من الراجل مش من الست، انما طبعا في من الست وهي الاقل، بس في من الراجل وهي الاكتر. يعني عايز اقول احنا مش عايزين نعمل حلقه ستات ورجاله ومن المدان، الاثنين غلطانين، لانه في واقع الامر الاثنين ما عندهمش قدره على تحمل المسؤوليه. وفي متهم مهم جدا، هي اسلوب تفكيرنا. ما تنسيش حضرتك ان احنا عندنا قافه المبالغه بتزود حالات طلاق، قافة الكمالية، قافة التهويل والتهوين، انه عينينا على السلبيات سواء الزوج او الزوجة عينهم على السلبيات كويس قوي ويكبروها، اما فيما يخص اي حاجة ايجابية ما بيتكلموش فيها. معانا سماح. الو. ايوه مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك سماح من الغربية. يعني اهلا بيك. اتكلم عن تجربتي برضو حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اتفضلي. انا طبعا اتجوزت جوزي بعد فترة تعارف برضو 4 سنين. تقريبا الحاله قريبه قوي من الاستاذه اللي موجوده عند حضرتك. ايوه. طبعا وحصل تفاهم جدا جدا في الفتره دي، وكان في الحاح غريب منه على الجواز، اصرار رهيب منه، هو كان ليه زوجه اولى طبعا. ايوه. وانا كنت رافضه الزواج من زوج متزوج، لكن هو صرح لي ظروفه ان حياته تعبت. يعني حضرتك كنت زوجه ثانيه ولا هو كان متزوج قبل كده؟ لا انا كنت، هو كان متزوج قبلي، يعني انا كنت بالنسبه له هو الزوجه الثانيه. ايوه يا فندم. وده أول زواج ليكي؟ لا كنت متزوجة قبله برضه، بس ما كانش، كان زواجي استمر أكتر من 15 سنة الحقيقة، وما حصلش تفاهم، وكان متمسك بيا جدا الزوج الأول، لكن أنا اللي أصريت على الانفصال، لكن ما كانش فيه يعني تفاهم بيني وبينه الصراحة. أيوه أيوه. بعدين؟ وبعدين اتجوزت من زوجي اللي هو الثاني دوت، بعد ما شرح لي ظروفه وإن أنا متعذب وإن أنا معايا زوجة مريضة نفسيا والحكاية كذا كذا كذا. فطبعا انا صدقته وخلاص، بعد 4 سنين عشره لقيت ان خلاص ما فيش حل غير ان احنا نتجوز يعني، وافقت على الجواز منه واتجوزته. كنا طبعا صعبه جدا مع بعض، الجواز استمر برده حوالي 10 شهور. في منتهى السعاده وفي منتهى الحب من الطرفين، وتفاهم تام في كل حاجه، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اي حاجه خالص. مجرد ما زوجته الاولى، هو طبعا داري عليها الجواز. عرفت موضوع الجواز. طبعا في ثواني لقيته جاي وبيعيط وبالدموع كده، رغم ان هو راجل شخصيه كبيره وشغله مركز مرموق، و انا خلاص مش هينفع ولازم انا مش هقدر اكمل. يعني ايه مش هقدر اكمل؟ طب انا قصرت في ايه؟ هو يا سماح واضح ان كل راجل عايز يتجوز مره ثانيه يقول مراتي مريضه نفسيا. هو دايما يطلع هو الضحيه. اشكرك يا سماح. انا عايزه اقول للدكتور محسن انا قبل ما حد يقول معلش انا مضطره اطلع فاصل وارجع تاني. ابقوا معايا. انت شايف ان انت ممكن تقدر تعيش من غير ست؟ لا ممكن الراجل يعيش من غير ست، ولا الست تعيش من غير راجل، لانها سنه الله في خلقه، لان ربنا لما خلق الراجل خلقه ثم طلع منه زوجته. المراه برضو ليها دور ايجابي ومجتمعي في الحياه، فطبعا دور المراه مكمل جدا للرجل في الحياه، سواء في الحياه العمليه او في الحياه يعني النظريه مع بعض. يعني ما اقدرش اعيش من غير ست، هي كل حياتي. بالنسبه للمراه ممكن الست تعيش من غير راجل؟
اه ممكن الست تعيش من غير راجل طبعا اكيد، يعني الست بتعرف تعمل كل حاجه، يعني بتعرف تطبخ وتنظف البيت وبتشتغل ومسؤوله عن تربيه اولاد كل حاجه، يعني الام هي اللي بتخلف الراجل. مفيش راجل استحاله يعيش من غير ست، ازاي؟ لان الست هي نص الراجل. يعني في واحد هيجي له عقليه كده ان هو يقعد لوحده من غير ست، من غير اولاد، من غير الحاجات دي كلها؟ لا يمكن طبعا، ما ينفعش يعيش من غير ست، ما ينفعش. زي شاي وسكر، ما تعرفيش تشربي شاي من غير سكر، ما تعرفيش تشربي سكر من غير شاي. انت شايفه ان ممكن الست تعيش من غير راجل؟ اه عادي عادي، مش عامل اساسي يعني، عادي نقدر نعمل اي حاجه من غيرهم يعني عادي. الست الراجل بالنسبه لها الامن والامان، حتى لو ما فيش، بس هو بالنسبه لها الامن والامان. الراجل هي عمود البيت، شايله له كل حاجه، مسؤوليه بيت، ولاد، مدرسه، اكل، شرب، كل حاجه. مش ممكن الاثنين بيكملوا بعض. لا الست ما تعرفش تعيش من غير راجل طبعا. بس كده؟ اه طبعا، يعني هي نص المجتمع. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وسؤالي للأستاذة ولاء المحامية، إيه أغرب حالات الطلاق اللي جدت على مجتمعنا وبتيجي لحضرتك؟ أول حاجة طبعا زي ما الدكتور ذكر، فكرة الميديا وفكرة إن كل واحد قاعد على الفيسبوك وبيكتب مشاكله على الفيسبوك، بيكتب احتياجاته على الفيسبوك. أحيانا الست لما تتخانق مع زوجها تكتب تشتكي لي الناس على الفيسبوك، مش تروح تتكلم معاه هو. واحيانا هو كمان يكتب المواصفات الفتاه اللي هو بيتمناها، وبيشوف مثلا الفنانه اللي بتهتم بنفسها، زي ما تقولي حضرتك كل واحد بيقول كلام على التاني بحيث انه يحس بطريقه غير مباشره. ولكن ده بيسبب طلاق؟ لا بيسبب فجوه في العلاقه ما بين الزوج والزوجه. اول حاجه فكره السوشيال ميديا، وفكره ان كل واحد بقى في بعد الاثنين عن بعض، وفكره الاحتياجات اللي هم مش بيتكلموا مع بعض، وكل واحد يحس بالتاني ويشعر بالتاني. فكره عدم الاهتمام، ان هم بيهتمش بيها، مش بيسمعها، بيتفه منها كتير جدا. وكمان عمل المراه احيانا بيكون له عامل ان هي مش بتهتم بيه، او منشغله دايما في تحقيق ذاتها هي. احيانا ده برضو بيأثر على الراجل لو هي مش ذكيه او مش عارفه توازن الامور. طبعا عندنا الراجل البخيل، دي من ضمن الاسباب الكبيره جدا وبتعاني منها الزوجه في الحياه. وبخيل مش عليها بس، بخيل على الاولاد، بخيل بخيل في كل حاجه، في المشاعر وبخيل في كل شيء. احيانا المراه نفسها تكون مش عارفه تتعامل مع زوجها، ما عندهاش الثقافه، لان احنا عندنا في مصر للاسف ما عندناش ثقافه، ولا في دورات تدريبيه، ولا الاثنين يروحوا يتعلموا يعني ايه تحمل مسؤوليه، يعني ايه مروا بازمات في المجتمع. ده مش عندنا، مش متعلمه، مش ما فيش وسيله تعليم عندنا. وحتى الاول بنعتمد على الاهل. في يعني في سبب غريب واجهك قضيه غريبه يعني سيبك من التشريح للاسباب. ان واحده تزوجت بعد زواجها جالها مرض يعني صعب شويه للاسف، من بعد 4 سنين خطوبه قعدت بالظبط شهرين وجالها المرض ده، سبحان الله يعني. طلقها على طول، وخلاها تتنازل له عن كل حقوقها، وكانت والدته كانت سبب رئيسي في ان هو ان هي تنهي حياته الزوجيه. دكتور بمناسبه السوشيال ميديا، كنت حياتك بتقولي حاجه في الفاصل، عايز تقول طبعا في يعني المتهم رقم واحد في حالات الانفصال هو السوشيال ميديا والفيسبوك، لانه في واقع الامر حاله الخرس الزواجي اللي بقى عند الازواج، كل واحد ماسك تليفونه وشغال وقاعد في اوضه، ده بيتخانقوا مع بعض على الواتساب. يعني ممكن يبقوا اتنين بيتخانقوا مع بعض، وبدل ما يقفوا يتكلموا مع بعض على الواتساب، كل واحد يخش اوضه ويتخانقوا هما الاثنين على الواتساب. يعني السوشيال ميديا سبب، والسوشيال ميديا سبب مهم جدا لحالات الطلاق وتسهيل الخيانه الالكترونيه والخيانه الحقيقيه الى اخره. وده يمكن يكون من اهم الاسباب دلوقتي. كويس. سبب مهم جدا لازم ناكد عليه هو طريقه تفكيرنا. احنا مفيش حد بيتكلم في الحته ديت، انما ما نقدرش ننكر انه طريقه تفكيرنا اللي فيها مبالغه في السلبيات سبب مهم جدا للطلاق. انه كل واحد من الطرفين عايز الاخر يبقى ما فيهوش غلطه، مش عايز يعني مش هيحصل، مش عايز يتنازل، مش عايز يتنازل على حاجه، وعايزه ما يبقاش في غلطه، عايزه يبقى صح 100% في كل حاجه، وده حاجه مش واقعيه.
الحاجة الأخرى فكرة التهويل والتهوين، إنه العيوب نركز عليها قوي ونكبرها والمميزات ما نشوفهاش، ده طريقة تفكير عندنا كلنا. هل دعوات السينجل ماذر والسينجل وومن واندبندنت وومن الكلام الهري ده كله، دعوات السيدات اللي بتدعو للاستقلالية، هل دي بتأثر على السيدات؟ ما نقدرش ننكر إن عندنا برامج دلوقتي متداولة والناس بتتابعها، البرامج ديت بتخرب بيوت يا جماعة، مش كده، ما ينفعش كده، ما ينفعش واحدة تطلع على القنوات وتقعد تتأكد على انه المرأة لازم تتعامل بقدر، مش بقى الندية، لا ده عدت مراحل الندية بزمان، ده متجوزة لازم يكون خروف في البيت تعمل معاه، ايه ده ايه ده في ايه، طريقة كلام بمنتهى الاستفزاز، استفزاز لمشاعر الرجل لدرجة ان النساء نفسهم يعني غير موافقين. ده طلعت على الميديا يعني دي كانت واحدة على الميديا؟ طبعاً يعني، وبيظهر على قنوات وقنوات معروفة. ما ينفعش واحدة تطلع يسيبولها الهوى ساعتين تقعد تسخن في الستات علشان تعمل وتثير مشاكل، ولازم تبقي اندبندنت، ولازم هو اتصالات ولازم 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 اتصالات احيانا مش معيار للنجاح، ان زوجي بيضربني، زوجي ما بيسيبليش مصروف، اصلا انا كنت عيانه يا استاذه، هنتكلم عن حد معين. ايوه حتى لما يعني نتكلم أيوة حتى لما نتكلم عن احدى المذيعات عليها يعني ضجه جامده ان هي ليه تحرض الفتيات او تحرض السيدات ان هم ما يقبلوش اهانه ويسارعوا بالانفصال او ان هم ما يستمروش في حياه غير جيده، ولكن هي برضه كمل الكلام يا استاذه. اتفضل اتفضل. المسألة مش انه احنا بنتكلم عن حالة فردية، بمعنى أيوة. ان الست ديت ممكن يجي لها اتصال فتبقى بترد على الاتصال، انما هناك تعميم في اوفر جنراليزيشن، في تعميم في التعليمات، التعليمات ديت هدفها خلق روح من الندية بينك وبينه، ما تسمحلوش بكذا وكذا وكذا، ده كلام غلط، ده كلام فاشل، مفيش حاجة كده، لا شرع ولا دين ولا ثقافة. هل ده من الام؟ هو مش من الام، هو احيانا بيكون الزمايل لهم تاثير، احنا منكرين دور الزملاء وده دور مش قليل، دول اصحاب. طبعا خدوا بالكم احنا طول الوقت بنتكلم عن الاهل، بس مش دايما الاهل، البنت ممكن بعد الجواز بتنفصل نفسيا وجسديا عن مامتها، ما بتسالهاش عن حاجه، انما ممكن يكون دور الاصدقاء بيخرب البيوت. وتذكر حضرتك احنا عملنا حلقه عن الصداقه أيوة. وقد ايه المساله دي، وحضرتك قلت صاحب ساحب. طبعا وقد ايه المسألة دي بتضيع سواء بقى من الرجال او الستات، احنا بنتكلمش عن رجل او ست، انما بنتكلم على قد ايه صديقة للست ممكن تخرب لها بيتها، او صديق للرجل ممكن يخرب لبيته، ده طبعا لانه احنا سايبين ودنا للغير، احنا ما بنركزش، وكل واحد فينا لما بيتكلم عن المشكلة الموجودة، انا ما بيتكلمش عن المميزات الموجودة. فبطبيعة الحال لما اقول لك انا مشكلتي مع زوجتي كذا وكذا وكذا، انما ما كلمتكش عن قد ايه هي شايلاني في ظروف كذا، قد ايه بتعمل معايا كذا. ده لما يعني راح رجل لسيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين وخبط عليه الباب والراجل سابه ومشي، ففتح امير المؤمنين قال له ما اتى بك يا رجل؟ قال له يا امير المؤمنين جئت اشتكي لك علو صوت زوجتي فوجدتك تعاني مما اعاني منه، انا لقيت مراتك كمان صوتها عالي. فيبتسم امير المؤمنين وعمر، ومن هو عمر؟ طبعا. يقول له يا رجل انها تطهى طعامي وتبسط منامي وتربي اولادي، ونركز في الجمله دي، ولم يامرها الله بهذا. ولم يأمرها الله ولم أيوة. يأمرها الله بهذا أيوة. أفلا أصبر. يا جماعة إحنا كرجالة برضو في مفهوم مهم جدا لازم نعرفه، إنه على المستوى الشرعي والديني المفروض الزوجة لو طلبت حق رضاعة ابنها حق الرضاعة لازم الزوج يوفر لها. وهي دي بقى هنرجع لها، لأن فعلا كان في دعوة على الفيسبوك. فين بقى إحنا معانا دلوقتي الأستاذة وفاء قطب، أصغر مأذونة في مصر. أهلا بك يا أستاذة وفاء. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. قولي لنا حياتك، دفتر الاحوال بتاعك اخباره ايه؟ دفتر الطلاق اخباره ايه؟ الطلاق شغال على طول. اكتر من الجواز؟ لا هو مش اكتر من الجواز طبعا في النسبه، بس طبعا نسبته بالنسبه للجواز نسبه مرعبه. انا بس حابه اوضح اني انا مأذون شرعي بمحافظه الاسماعيليه، وطبعا معروف محافظه الاسماعيليه بتتصدر المراكز الاولى على مستوى الجمهوريه في ارتفاع نسب الطلاق. طبعا بالنسبه للمدينه تعتبر مدينه من مدن القناه، تعتبر برضو مدينه صغيره مش كبيره، ما يكون فيها عدد او نسب الطلاق العاليه دي بالشكل ده. طب ده سبب ايه يا فندم؟ سبب ايه من وجهه نظرك؟ والله يا فندم يا دكتوره هو الاسباب طبعا هي متعدده، بس احنا يعني انا من خلال مكتبي خلال حالات اللي بتيجي طبعا تدخل الاهل ده عندي بيتصدر يعني المكتبه الاولى،
اهله بيدخلوا اهله بيدخلوا، فطبعا الموضوع بيبقى في الاخر خالص بيقلب لموضوع شخصي ما بين الاهل والزوجين هم اللي بيتظلموا في الاخر. ايوه وعندي كمان يعني عندي اسباب كتير طبعا. الجهل باحتياجات الطرف الاخر دي يعني من الاسباب برضو اللي عندنا برضو موجوده ومنتشره دلوقتي. انا مش عارفه احتياجات زوجي ايه، فبالتالي بتعامل معاه بغلط، وكذلك العكس صحيح، فبالتالي ببتدي ادور على احتياجات دي بره، سواء بقى على السوشيال ميديا او بره بعلاقات خارجيه عن طريق التليفون او المقابلات، وممكن تتطرق لاكثر من كده حدود العلاقه، فطبعا ده بيؤدي الى فشل طبعا والعلاقه الزوجيه. عندي برضو تدخل سواء بقى الاصدقاء، اخد بنصيحه حد مش خبره. عندنا هنا برضو فوق الصغر سن الزواج، لان نفس شبح العنوسه مظبوط. يعني الخوف من ما يكون في بنت في البيت مثلا تعدي تجاوزت ال 30، وطبعا بتسمع كلام وحش جدا مسيء جدا ليها، بيدمر في نفسيتها، فتلاقي البنت اللي اصغر منها في الترتيب واللي قبلها واللي قبلها بتلاقيها بتجري على الزواج علشان ما تقعش فريسه لاختها الكبيره وقع فيه، فبالتالي بيكون في سوء في الاختيار. اشكرك يا استاذه وفاء، الف شكر. انا بس عندي سؤال يا دكتور، هل سؤال ليكي انت، هل يا إيمان ما شعرتيش لحظة بالندم؟ يعني أنا حسيت من حوارك إن كان في أمل معاه، ونتيجة إن حصل شيء من التهور أمام والدته، وأنا اسمحي لي أنا هسميه تهور، لأن برضو والدته إن هو سمع كلامها، ممكن ده يكون غلط، بس هل أنت ما شعرتيش إن كان ممكن الأمور تمشي بطريقة أخرى؟ انا ما شعرتش بالندم لان انا ما طلبتش الطلاق لحد اخر لحظه. ما هو انت ما طلبتيش، بس ممكن هو اتفضل يا دكتور. خدي بال حضرتك في سبب مهم جدا اتفضل. لازم ناخد بالنا منه اتفضل. وهو احيانا مش في كل الاحوال، احيانا الزوجات من غير ما تقصد بتتعامل مع اهل الزوج بشكل فيه نوع من التعالي خالص. التعالي ما بقصدكش انت، معلش لا 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 بس انا حابه اقول اوكي صح صح، بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه بتاعتك. بس الحالة ما هو انا حضرتك يعني عملت المستحيل عشان احافظ على البيت ده، يعني انا حضرتك بعد كده سنتين بره البيت وانا مش بطلب الطلاق وما اعرفش عنه حاجه. سنتين انا خلفت ابني وابني بقى عنده سنه واربع شهور لما جيت اطلع، ما تعرفش يشوف لا جه كتب الطفل وبعد كده اختفى لحد ما بقى عنده سنه واربع شهور. حاولتي تكلميه؟ هو اتجوز دلوقتي؟ حاولت وعرضت كل العروض. احنا بنتكلم عن حاله استثنائيه. هو تزوج كمان، فكره انه تزوج باخرى، هو تزوج باخرى بس بعد الطلاق، مش وهو واحنا منفصلين. لا ما عندهاش. طب ارجع لحضرتك، هل حياتك ما ندمتش او مش ندم، بلاش كلمه الندم عشان الواحد ممكن ما بيبقاش متقبلها، هل حياتك يعني ما جاش لحظه كده قلت طيب يا ترى لو كنت طولت بالي كان في امل ولا لا؟ ما فكرتش لحظه خالص كده؟ والله بامانه يعني اللي خليني ما فكرش في اللحظه دي ان انا صبرت عليها، يعني بعد كل المشاكل اللي حصلت صبرت عليها برضو فترة كبيرة مش قليلة، ان انا يعني اتفاهم معاها ونتفاهم مع بعض. فما حصلش ده خالص؟ لا ما حصلش، وكان في تدخلات تانية برضو من هنرجع الاهل تاني، من الاهل تاني. والدكتور معانا نهى من القاهرة. اهلا يا نهى، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي. على حضرتك وعلى الضيوف الافاضل. الله يخليكي، اتفضلي. انا احب اشكر الدكتور عبد المحسن في رايه اللي قاله عن موضوع صغر سن الزواج، وفعلا دي حاجه لازم يا ريت نحطها في القسيمه من ضمن الشروط، ان الزوج لا يقل سنه عن 30 سنه. مش هقول الزوجه لسبب، لان دايما البنت في المجتمع المصري عقلها انضج من الرجل وبتنضج قبليه فكريا، فلما اخد رجل لسه متخرج عنده 24 سنه او 25 ولانه ميسور الحال ويقدر يفتح بيت، واجوزه لبنت لسه متخرجه وطالعه من الاوائل في الكليه بتاعتها، وبص الاقي تدخل الام وسيطرتها على الزوج يتسبب في هدم البيت ده وينتج عنه حاله طلاق للبنت اللي طالعه من الاوائل على الكليه ومثقفه وممتازه في كل شيء خلقا ودينا، وتطلق معاها طفل لانه هو بيخضع لاوامر والدته،
برضو. فده لازم يتحط في القسيمة من ضمن الشروط، انه لازم يكون انسان ناضج فكريا لا يقل سنه عن 30 سنة مهما كان ميسور الحال، مهما كانت امكانياته. اشكرك يا استاذ. ممكن يكون عنده 30 سنة وبرضو والدته هي المسيطرة، ممكن يكون عنده 40 و50 سنة ووالدته هي اللي بتمشي البيت. عندي سؤال ليكي. اتفضلي. هو مفيش حد جالك كان ندمان انه طلق، او ندمان على فشل حياته، او حاسس ان كان ممكن لو عطى نفسه فرصه تاني يعيش؟ محدش بيندم خالص؟ لا، هو للدرجه دي يعني يعني فاهم حياتك قصدي يا دكتور؟ يعني هل هذا الحد محدش بيراجع نفسه؟ لا، في احيانا الزوجه ممكن تقول انا كان ممكن اصبر عليه شويه. ايوه، ممكن عليه اصبر اكتر من كده عشان خاطر بيتي يعني. وكمان فكره لقب المطلقه واللي بتعاني منه في المجتمع المصري للاسف، ما بنحترمش المطلقه ونفكر ان المطلقه ما يكونش لها كامل حقوقها زيها زي اي سيده اخرى لم يسبق لها الزواج. احنا ليه برضو النظره دي بنعاني منها في المجتمع المصري؟ فهي احيانا تتجنب فكره انها تبقى مطلقه فتستمر في الزيجه، فاحيانا او تندم علشان خاطر او تندم تقول الوقت. انا ليه ما استمرتش في الزواج عشان خاطر ابنائي. واحيانا تفكر ان لما يجي عريس لبنتي او يبقى في عروسه لابني يجوا ويدخلوا بيت يبقى في اب وام، برضو ده بيأثر في بالنسبه لاولادها. وكمان فكره القوانين عندنا في قانون الاحوال الشخصيه بيعاني في معاناه كبيره جدا للابناء بالنسبه للقوانين، لان لما الطفل يشوف والده 3 ساعات في الاسبوع ده بيطلع طفل غير سوي نفسيا، غير شاعر بعدم الامان. والبنت احيانا لا، خليني ما اطلعش بره موضوع حلقتي بعد اذنك. لا انا بس معانا عمرو بالقاهره. اهلا بيك يا عمرو، اتفضل. السلام عليكم. اهلا بيك. انت في كل حاجه استاذ امير، تحياتي لحضرتك، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. اتفضل. عندي اسباب سريعه عايز اقولها. اتفضل. دلوقتي اول حاجه بالنسبه للطلاق السريع اللي بيحصل سوء الاختيار، ازاي النهارده ان الراجل بيبقى شايف المعايير بتاعته بناء على حاجات تافهه، والست تبقى شايفه المعايير بتاعتها بناء على حاجات تافهه، ازاي ربنا يبقى مدينا معايير اختيار واحنا نسيبها ونروح نبص في حته ثانيه؟ واخد بال حضرتك يا فندم؟ ازاي احنا نعمل كده؟ ازاي احنا النهارده لما يكون عندنا مثلا الست تشوف الراجل ان هو الرومانسي الجميل الوسيم ابو عربيه ابو شقه ابو ابو ابو، تمام؟ بتتجوزه على هذا يعني على الاسس دي، برضه الراجل بيشوف الست عايز الحلو، عايز الرقيقه، عايز عايز عايز. بعد الجواز وبعد الخلفه بنصطدم بقى بالواقع، لان هم مش واخدين بالهم من حته مسؤوليه، المعايير بتاعتهم كانت تافهه، فمش واخدين بالهم من حته مسؤوليه، مش عارفين يربوا ازاي الطفل، ازاي الطفل خلى الحياه الرومانسيه ما عادتش موجوده، ازاي الكلام ده كله. في حاجه ثانيه يا فندم بعد اذن حضرتك، يعني سبب ثاني، ان في بعض الستات بتتخذ الراجل كنفيذها عبر الحريه. ازاي يا فندم؟ هي بتقول لك انا اتجوز اخلف اطلق. ازاي اتجوز اخلف اطلق؟ انت عايزه ايه؟ تقول لك انا عايزه حريه. ليه اقعد في بيت واخدم راجل لما ممكن ابقى مطلقه وما اخدمش واخد نفقه واخد طبعا انت عايزين اطلق الاخويه الاحوال الشخصيه بس. اشكرك يا عمرو جدا. الكلام ده صح، وعايز اقول لحضرتك في ستات دلوقتي بتتجوز علشان تحصل على طفل فقط. بعد اذن فقط. حضرتك يا دكتور تقول لك مش مشكله اتطلق حضرتك من شويه، بس حضرتك من شويه قلت لي يعني ايه سبب في حاجات كتير مش عايز تقولها. كان منهم ده انك عايز تتطلق، فده سبب رئيسي من ضمن الاسباب. ان انا احصل على طفل وخلاص ومش مشكله، وانا ما خلاص ما طب والزوج بقى ده دعوه على فكره، وحتى البنات بيشجعوا بعض على الحاله دي. فين شايف ان الحاله دي طبعا ده منتشر جدا. شايف مين المسؤول عن حاله الطلاق اللي موجوده، السيدات اكتر ولا الرجال؟ هتبقى صعبه ان الواحد يحددها بالشكل ده، انما بشكل عام بشكل عام حسب الحالات اللي بتجيلي في العياده لا الرجال اكتر. الرجال اكتر. السبب وانت عندك يا استاذه ولاء؟ انا اول حاجه وثيقه الزواج بيكون فيها خانه كده فاضيه، ممكن الزوجين يكتبوا شروط او حاجات هم حابين يكتبوها. يعني مثلا لو الزوجه بتعمل ممكن بعد الزواج يقول لها لا مش هينفع تعملي واقعدي في البيت. في الاول انها زوجه عامله فما يقدرش يرجع في العقد، او ان هو يتزوج باخرى. ليه ما نكتبش حقوقنا في وده شرعنا وده حقنا ان احنا نكتب ده عقد زي اي عقد. اعتقد العقد ده ممكن يفيد حضرتك لان هي غيرت الاتفاق بعد الزواج.
ده حاجه طبيعي، ده حاجه من الحاجات من الاسباب اللي ادت للطلاق. ايه كمان يا فندم؟ اول حاجه من الاسباب، تاني حاجة بقى. لا تاني حاجه او تالت حاجه كمان، ان هي اصلا ما كانتش عاوزه تتجوزني، ده اللي اكتشفته بعد ما طلقت. ما كانتش عاوزه تتجوزني من اساس، وعشان كده حضرتك طلقتها على طول. ماشي انا انا ما طلقتش يعني، المحكمه اللي طلقتها يعني هي في خلال الثلاث شهور اللي قعدتهم معايا كانت يعني الشبكه خدتها، الهدوم خدتها، حاجات كتير من فرشه اخدتها وطلق. طبعا ماشي. وبعد كده انا بكلمك على نص كلامهم. ايوه على نص كلامهم. ايوه نسمع من فضلك. لان الناس يعني بعد ما هي طلقت في ناس اهل خير بيتدخلوا في الموضوع عشان يصلحوا الحال. فقالت لهم بالنص كده انا ما كنتش هتجوزه، ده جدتي وامي هم اللي غصبوا عليا، ده اول حاجه. تاني حاجه امها قالت، والدتها قالت ده احنا كنا هنسيبه قبل الفرح بست سبع شهور، بس الناس قالت لا ما ينفعش يسيبها، ده ابن خالتها وشيخ، ولو سيبها الناس تقول ايه؟ تتجوز شهر وتطلع، تقعد مطلع احسن ما تقعد من غير جواز. صحيح صحيح. انا بكلمك حاجات عايزين حقيقيه حقيقيه علشان نطلع بدروس مستفاده. ايوه ارجوك اتفضل. اول درس مستفاد يا جماعه، بلاش فكره او كلمه العريس الجاهز. كلمة العريس الجاهز ديت بينهي بطلاق، بلاش فكرة العريس الجاهز. اتنين، بلاش استعجال في الاختيار، وللزوجة او الخطيبة او الخطيب ركز على الاخطاء، ركز على الاخطاء في المرحلة دي. اربع سنين اكتر من كده تقعد، ما هو اربع سنين بس مخه مش معاه. اربع طب لازم يكون في حاجة غلط، لازم يكون في اصل ما تنفعش. لا يا دكتور، لا يا دكتور، هو السهل بيروح سهل. بص يا دكتور، تساهل الاهل كمان في الجواز تساهل. انا ضد، صدقني صدقني انا جربت يعني انا جوزتي بمبالغ بسيطه يعني جدا جدا. طيب ده موضوع تاني. وفي الشقه كمان كانت هديه من والدي يعني، فالموضوع ده بيسهل على فكره. معانا احمد من القاهره. حاضر، اهلا يا احمد، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد، اهلا بيك يا فندم. والله انا بالنسبه لي انا شايف رايي كده في موضوع الزواج. اتفضلي. لاهل البنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال اذا تكن من تضرونه دينا وخلقا فزوجوه. ايوه. وقال للشباب نفس الموضوع، من راى منكم البارع فليتزوج. احنا دلوقتي سيبنا الموضوع ده خالص وبنبص فعلا زي ما حضرتك بتقولوا، ان لا نبص على اللي جاهز ولا عنده شقه ولا عنده وظيفه ثابته مستقر، ده نجوزه بغض النظر بقى هو راجل بتعيش ايام تعب اشتغل في كليه بيذاكر الكلام ده كله. موضوع الطلاق بيحصل ليه بعد اول سنه وده دراسه علميه وعلى مستوى العالم كله؟ معلش انا من وجهه نظري، انا لسه متجوز حديثا. ايوه. انا شايف ان اختلاف السلوك مش الطبع، ده قبل موضوع تدخل الاهل اصلا. اختلاف السلوك في ان مثلا انا عملت حاجه هي شافتها باسلوب معين، ازاي هتتكلم وتقول مثلا توضح لي ان انا غلطان في النقطه دي، ده ما بقاش موجود دلوقتي. فبتقلب مشكلة، او ان انا اشوفها مثلا قصرت في حاجة بدل ما اقعد اتناقش معاها، لا بقلب مشكلة واكبر الموضوع وممكن اروح اشتكي لاهلها على حاجات بتبقى بسيطة. صغير الامور يا جماعة هي اللي بتدخل الموضوع لكوارث، بتقلب الموضوع لخناقات وتوصل للطلاق على اكبر الاسباب. احنا لو بصينا ان في مشكلة كبيرة صدقيني عمرها ما بتخلص بطلاق. اشكرك يا استاذ احمد. المشكلة الصغيرة هي اللي بتقلب بطلاق. اغلب نروح لرشا من اسكندرية. طيب. حياتك مشاهد. اهلا رشا، اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك يا رشا، اتفضلي. انا كان مكتوب كدكتوري. ايوه. ايه دخلت مع مامتي بنت، انا ما كانش مش عايشه مع بابايا، عايشه مع مامتي. ايوه. وكنت كنت عامله عمليه، اتعيرت بمرضي وقالت لي طلقها، عندي 46 سنه. ايوه. وراح طلقني عشان مامتي قالت لي طلقها دي ما تنفعكش، وقالت لي انت مش عمرك ما هتخلفي، وبهدرتني بهدرة جامدة جدا. شكرا يا رشا، ربنا يعينك. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا لمسألة تدخل الاهل ضد الزوجة او الزوج. لا، هي دايما بيبقى تدخل الاهل ضد الزوجة هي أكتر؟ اللي بتأثر وتوصل للطلاق. التدخل الاهل ضد الزوجة. انا عايز اقول طبعا في ستات ممكن ما يعجبهاش رأيي ده قوي، بس انا عايز اقول ان خدوا بالكم احيانا انتوا بتتعاملوا بتلقائية شوية مع اهل الزوج الستات، مع اهل الزوج الستات بتتعاملوا بتلقائيه لدرجه ان تحس ان انتوا بتتعالوا عليهم شويه. عايز اقدم هديه لكل زوجه، خدي بالك اكتر غيره بين الستات هي غيره مين؟ مش غيره، على فكره مش غيره الضراير ولا غيره، اكتر غيره هي الزوجه واخت الزوج والاخت والام واخت الزوج. لا والام، لا مش الحما. اخطر واكبر غيره بين الزوجه واخت الزوج. فعايز اقول لكل زوجه خدي بالك، حاولي قدر الامكان
تتواضعي مع اخت الزوج لان هي دي المفتاح. وممكن هي تضايق الام، تضايق حماتها، هي دي المفتاح لانها بنتها، هي دي المفتاح. لو هي قلبت على الزوجه البيت كله هيقلب على الزوجه. جميله هي دي المفتاح. معانا ابراهيم الجيزه، تعالى. اهلا يا ابراهيم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، شرفنا. اتفضل اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا دكتور. قول. انا بس كنت عايز احب اقول يعني في آية قرآنية بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم. أيوة. فأغلب الناس اللي بيختلفوا ما بيفتكروش الحلو اللي بينهم، أو فعلشان كده بيحصل الطلاق. فيعني نحاول إن إحنا نحارب الموضوع ده، إن ده ما يحصلش. يعني بإن إحنا نحاول نفتكر حاجة حلوة اتعملت من الطرف الاخر، يعني مش كل مش الطرف الاخر على طول غلطان ومش على طول بيعمل حاجات مش كويسه او مش مقبوله او مش على هوايا او لا، لازم نفتكر لبعض الحاجات الكويسه. طبعا. اشكرك يا استاذ ابراهيم. في حته مهمه جدا عايز برضو اوضحها للناس، وهو وخاصه حديث الزواج. حديث الزواج يا جماعه تقبلوا المخزن اللي جوه كل واحد فيكم. بمعنى المخزن ده عبارة عن ايه؟ شوف حضرتك، كل واحد فينا كل البني ادمين جواه مخزن، جواه مصنع للكراكيب، مخزن للكراكيب. الكراكيب ده كلنا جوانا حاجات مكسرة. الحاجات المكسرة ديت مثلا وانا شاب او وانا في مرحلة المراهقة كنت بكلم بنت فتعاملت معايا بقرف، او وانا في مرحلة المراهقة ما كانش في بنت بتتكلم معايا فعندي حتة مكسرة في الحتة دي. ده زمان مش عارف حصل يعني العقد القديمه، عندي عقد صغيره. لازم نستنى نعرف بعض كويس، لانه كل واحد بيطلع العقد. بمعنى الزوجه ديت كانت قرفانه وزهقانه من باباها لانه كان بيعامل مامتها بشكل كذا، فممكن يكون الزوج الجديد عليها زوج لسه جديد فتعامل مع الزوجه بحاجه قريبه من اللي كان بيتعامل معها الاب. حته مكسره جواها، الخناقه اشتغلت والنار قادت، ويبقى الزوج مش عارف يعني هو اللي انا عملته ده يستاهل ده كل ده. يا جماعه اصبر شويه، لانه كلنا جوانا حاجات مكسره. المكسر ده عند الزوجه، المكسر ده عند الزوج. كلنا احنا مش اسوياء، احنا معظمنا مرضى، احنا معظمنا عندنا اضطرابات في الشخصيه. حاله الاندفاع ده نوع من اضطراب الشخصيه متعارف عليه، الشخصيه المندفعه، فيقوم عامل اي حاجه يروح مطلق وماشي وخلص. وده بقى يوصل للي حضرتك كنت بتشيري اليه، وهو ندم ما بعد الطلاق. طبعا في نسبه كبيره جدا بيحصل ندم، طبعا بيحصل ندم بعد الطلاق، ومن الزوج والزوجه، اللي هو انا عملت في نفسي ايه وعيالي دول ذنبهم ايه. طبعا حاله ايمان حاله استثنائيه، ده الراجل قعد سنه ونص ما يشوفش ابنه، فده يعني شخص نركنه على جنب شويه، بس ده مش ده القياس اللي نشتغل عليه. انما اللي نشتغل عليه انه طبعا معظمهم بيوصلوا لحالات الندم سواء من الزوج او الزوج. انا بس عايز ندي كده روشته سريعه للناس، او علشان بس الوقت. اول حاجه بلاش نتسرع في تفسير اخطاء كل طرف، لانه كلنا جوانا حاجات مكسره. الحاجات المكسره ديت هي سبب في عقد عندنا بتخلينا ننفعل على حاجات ربما تكون تافهه. الزوج علم زوجتك لو حست انها انفعلت وافرت على حاجه، بدل ما تنفعل وتعلي انت كمان، لا خدها في حضنك، هتلاقي كل حاجه انتهت. اتعلم يا سيدي تاخدها في حضنك. اتعلم لما تافر ما تعتبرش ان ده كسر لجورتك وانت تعلي عليها انت كمان، او لو انت جدع قوي تقول انا سبت لها البيت. ايوه يعني سبت لها البيت وخرجت رحت اقعد مع اصحابي علشان المشكله ما تزيدش. لا شدها كده وخدها في حضنك وطبطب عليها. المكسر اللي جواها خلاص ما عادش هيبقى مكسر تاني. وكذلك الزوجه لما تلاقي ان الزوج افور على حاجه، سلوك بسيط انت عملتيه، لا حاولي تفهميه، هتلاقي الدنيا بسيطه. ممكن تكون الزوجه مثلا ما تحفظتش في طريقه لبسها وهي خارجه مش عارف في البلكونه فلقيته افور زياده عن اللازم، اعرفي ان عنده حته مكسره، حته قلقان، مشكله استوعبيها. هتجدي انه لو لما نعالج بقى الدنيا دي كلها، والله هتلاقي انه تقريبا 90% من حالات الطلاق ولا كان له لازمه، وكلها على اسباب تافهه، لانه مفيش شويه مسؤوليه، مفيش شويه فهم ادراك. كلنا عندنا افكار خاطئه، مبالغات، تهويل وتهوين، مركزين على العيوب بس، متجاهلين كل المميزات. كل المميزات بنتجاهلها، مفيش حد فينا ملاك، محدش فينا بدون اخطاء. تمام. لازم نتعلم ده. اشكرك دكتور. انا عايزه كلمه من حضرتك في وقت بسيط. انت
تقولي ايه للازواج اللي بيستعجلوا على طول بالطلاق او التجاء للقانون؟ بقول اهم حاجه ان الاثنين يصبروا على بعض، كل واحد كان في بيئه وبعد كده راح بيئه مختلفه تماما، كل واحد له ثقافه مختلفه، فاهم حاجه يبقى فيه تفاهم، يصبروا شويه لان فكره القوانين بتقعد سنين كتير في المحاكم للاسف. يعني انت طالبه الصبر. انا طالبه الصبر والتفاهم. تقولي ايه يا ايمان لاي حد يتعرض لظروفك من الخبره بتاعتك، تنصحي بايه في كلمه واحده؟ انا عايزه اقول للرجاله ان بجد بجد مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ان انتوا تخربوا بيوتكم وتعيشوا بعيد عن ولادكم، لان الست مهما كانت قويه فهي ضعيفه جدا. اشكرك جدا. تقول ايه يا استاذ عمرو؟ والله يعني اقول زي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، هب ان حصل الطلاق يعني حاول كل واحد من الطرفين ان هو، وخصوصا لما يكون في اولاد، يحاول كل واحد من الطرفين ان هو يعني يراعي نفسية المعاملة. الطفل وحسن المعاملة، وان هما الاثنين ما يطلعوش اسوأ ما فيهم، وخصوصا ان في اطفال. حياتك تقول ايه يا استاذ علي؟ والله يحسنوا الاختيار. يحسنوا الاختيار ماشي. وفي شق تاني بقى، الشق القانوني بتاع قانون احوال الشخصية، لان القانون ده حلقة تانية. لا ده انا لان انا ده انا يعني انا كتجربة او كحالة، انا مع اني انا غلطان بالاوراق والمستندات والاحكام القضائيه ان شاء الله ونشوف هل ده من اسباب ارتفاع نسب الطلاق ولا لا. ارد على الدكتور بس في نقطه بس بعدين تسمح لي. معلش ماشي. حضرتك كنت انت بتقول لما الصحابي جاء لامام المؤمنين عمر بن الخطاب يشكو له زوجته، فان هي قلت ان هي مش عليها ان هي يعني خدمه البيت، خدمه اهل البيت الجانب الشرعي. لا ولكن انا ارد على حضرتك بيها، لا ان خدمه الزوج، خدمه الزوج الزوجة الزوجة ده واجب شرعي عليه. ماشي. انا اقول لحضرتك ده اختلاف ديني مكانه هنا. اشكركم جميعا، اشكر الدكتور الاستاذ عبد المحسن ديغم شرفتني يا فندم، اشكر الاستاذه ولاء علي المحاميه اهلا بيكي، ايمان عمرو علي اهلا بحضراتكم. في الاخر انهي حلقتي واقول ربنا يهدي سر اللي بنحبهم كلهم. تصبحوا على الف خير وهنا، اشوفكم الخميس الجاي ان شاء الله.